هاني شنوده ما كانش الاختيار الاول لعمرو دياب المزيكا بتاعتك خلتنا ننهج واحنا بنتفرج عليها هاني شنوده كان بيغزل برجل حمار فممدوح حسب والبيات حسيب يا ان الجواز راح أقوى. فراح عاطف منتصر انت جايب واحد يغني وهو صوته يبيع كرشة انا بقول لك ان ساعتها لما سمعها سيلفستر ستالون في سمعها في الجولدن جلوب الموسيقى وهو بس رامي طلع يستلم الجائزه كلم هاني شنوده اول الموسيقى التصويريه استخدمها هاني شنوده من سنين لمنتج الماني بفلوس قليله جدا موسيقى تصويريه لشباب صغير افلام قصيره وافلام أوه. في المعهد السينما وكده بدون مقابل اعتقد انه لو اي ملحن دلوقتي خدوا له كحه من لحن ليه اتعرض في اي حاجه م. هيطلع لك فلوس ولا دي واحد من اهم الناس اللي عملوا موسيقى تصويريه في, في, تاريخ فن الموسيقى التصويريه المصري اللي رسم الشخصيه الفنيه لمحمد منير كان عبد الرحيم منصور وهاني شلوده اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ورا مصنع الاغاني حلقه النهارده عن موسيقار متعدد المواهب هو ملحن وموزع ومؤلف موسيقي والحاجات دي هنشرحها نفرق بينهم يعني في الحلقه ده غير ان هو تقدر تقول ان هو حد كده الموسيقى كانت قبله شكل وبعده بقت شكل تاني اهلا بيك يا مصطفى اهلا بيك يا امجد ايه الاخبار الحمد لله تمام هاني شنوده أوه. هاني شنوده حد مهم جدا في تاريخ الموسيقى يعني بشوفه ان هو زي كده سيد درويش عبد الوهاب حميد الشاعري اللي, هل... اللي هم الاسماء المفصليه دي اللي هي ممكن ما يكونش يعني هو... اللي هو عمل حاجه رمى حجر في المياه الراكدة غير الموسيقى باعت... بعده حاجه غير قبله بص هو ده كلام صحيح جدا م. ويمكن انا سنه 2017 عملت كتاب اسمه شريك كوكتيل كان الكتاب ده بيرصد الاغنيه المصريه الحديثه او فكره اغنيه الثمانينات يعني الاغنيه المصريه بدأت من الثمانينات، وكتبت في المقدمة إنه من أطلق رصاصة التغيير في شكل الأغنية المصرية كان هاني شنودة لما أسس فرقة المصريين سنة 77. م. والحقيقة إنه يجب إنه نحط كده علامة مفصلية في تاريخ الأغنية المصرية ما قبل فرقة المصريين وما بعد فرقة المصريين، ودي يمكن الجملة م. اللي هاني شنودة قالها يعني إنه شكل الموسيقى قبلهم كان حاجه وبعدهم كان حاجه تانية ومش المصريين تحديدا هو هاني شنوده على يعني تحديداً. على الخصوص انه هاني شنوده اعتقد انه ادخل آه العلوم الموسيقيه الحديثه اللي طرقت في العالم كله في الموسيقى الغربيه م. ادخلها على الموسيقى المصريه وهو كمان عنده يعني مصطلحات كده ايه انه ما بقولش الموسيقى العربيه والموسيقى المصريه م. ليه؟ لانه الموسيقى المصريه هنا لها علاقه بالاغاني اللي بتغنى باللهجه المصريه هو متمسك قوي بفكره الهويه م. المصريه دي م. لكن الحقيقه انه انه هاني شنوده كتركيبه شخصيه وكتركيبه موسيقيه مر بمراحل كتير جدا قبل تجربه المصريين يعني هو اتولد في طنطا عاش في اسره محبه للموسيقى امه كانت بتعزف بيانو وعود والده كان دكتور صيدلي كان راجل مؤمن جدا بالعلم هما كمان الأسرة كانت مدياله مساحة من الحرية الاختيارات وبتدعمه في قراره وده بيدل على فكرة النشأة السوية امم أنا برضو لاحظت موضوع النشأة ده مهم قوي في تكوين هاني شنودة حتى في الكتاب بتاعك كده في جملة عجبتني قوي هو الموسيقى كانت محاصراه بمعنى ان هو الكنيسه طبعا فيها موسيقى وموسيقى ترانيم اه ترانيم وموسيقى متطوره فيها هارموني وفيها الكورال بالطريقه بتاعت الكنسيه يعني الطنطة والموالد والمنشدين والناس اللي هم المقرئين وكده ده غير البيت مامته بتعزف وبتغني صوتها حلو فهو على حد قولك في الكتاب يعني ان هو الموسيقى كانت محصراه فعلا يعني بالتعبير آه ده يعني اه, آه النشأة البيئة اللي نشأ فيها في طنطا هو جمع ما بين حاجتين مهمين جدا زي ما انت قلت اه اقترابه من فكرة الموالد وجامع مم. السيد البدوي في طنطا اللي كان بيبقى مركز بتقام حواليه الموالد اهمهم طبعا مولد السيد البدوي والليالي الرمضانية اللي كان بيجي فيها النقشبندي ينشد وكل المنشدين العظماء ده الموسيقى الشرقية بقى ده الموسيقى الشرقية الشرقية تكوينه الشرقي الشرقي التكوين الغربي بقى مم. كان له علاقة بيه الترانيم الكنسيه الى حد ما وفي نفس الوقت هو كان مستمع الى الاذاعه كان في برنامج اسمه out of your choices كان حاجه كده بيجي هو بيقول إن كنت بسمعه في الاذاعه وهو صغير وكان بيجيب اغاني غربي كلها للفرق الغربي المعروفه وقتها كان بيطلع بالعربيه هو وعاطف منتصر صديقه اللي انتج له بالمناسبه كمل معاه شركة صوت الحب وانتج له كانوا بيطلعوا بالعربيه على ضواحي طنطا عشان يلقطوا الراديو في العربية الموجة عشان الموجة مش جايبة مز... طنطة فهم بيطلعوا بي... على الطريق بيطلعوا بره عشان... اه كان بيقول لي حتى كمان في مذكراته في كتاب مذكرات العرباني شنودة انه كان بيطلع يعني في الصيف كانت الجو رطوبه كل ما الرطوبة تبقى عالية فالراديو يلقط الموجات فكان بيطلع عند الاراضي الزراعية بالعربية آه. عشان يلقط الموجات عشان يسمع البرنامج ده بالليل وهنا بقى تشكل هاني شنودة الغربي هاني الغربي. اللي هو آه بعدها هيدرس الموسيقى في, آه في معهد, معهد المعهد العالي للموسيقى آه وهيدرس بقى النظريات العلميه الموسيقيه زي الهرموني والكونتربوينت والحاجات اللي من النوع ده فهو هيكون متشرب الثقافتين آه متشرب الشرقي اللي هو اتربى على ايد المنشدين يعني بالضبط وال... بالظبط وكمان معايا النظريه العلميه اللي هو هيطوع بيها كل المدخلات بقى اللي دخلت عنده هيخرجها في الموسيقى بتاعته والحقيقه هو بيادين بالفضل في الدراسه لوالده هاني آه ده بيقول لي دايما انه انه والده كان سبب ان هو يدرس الموسيقى مم. عكس كل الاسر وقتها اللي كانت بتشوف انه ولادنا يدخلوا جامعات او كليات بتدرس مجالات اخرى تفيدهم في الحياه والموهبه بتط... على جنب آه والموهبه على جنب لا والده قال له معلومه مهمه جدا نصيحه مهمه جدا عشان تنجح في اللي انت بتعمله مم. هو كان بيحب المزيكا وكون فرقه كده مع عيله اسمها عيله الدف... الدفتار في طنطا كان شباب كده يعني هو بيقول لي خنافس يعني كانوا حابين يقلدوا الفرق الاجنبيه خنافس الغلابه اه خنافس الغلابه قوي آه. لانه ما كانوش في القاهره بقى وكده فقال له انت عايز تنجح في المزيكا ادرسها دي مم. كانت المفاجاه ان والده كان بيدفعه الى دراسه الموسيقى عايز تنجح في شيء ادرسه ليه لان والده كان دارس صيدله ورجل مؤمن بالعلم و... و... وفكره انه ما فيش شيء ما فيهوش علم فانت طبعا. عشان تنجح في الشيء لازم تبقى درسه وانتقل للقاهره ودخل المعهد العالي للموسيقى لما كان موجود في الدقي مم. مم. ومن هناك بقى بدا يتعرف على الوسط اللي هو الشباب اللي كانت في المرحله دي تبتدي في اواخر الستينات تعمل بقى فرق بندال وغربي غربي قبل شا عمل م. فرقه مع صديق كده ليه في اتعرف عليه كان كان هو رايح لاصدقاء ليه في عماره ساكنين قدام المعهد فكان عازف جيتار اسمه شديد شاب كده من من اسره ارستقراطيه جرى عليها الزمن بعد بعد التاميم فايه خسروا كل اللي عندهم وايه فراحوا سكنوا في عماره يعني بعد ما كانوا يعني ساكنين في مصر الجديده وفي حاجه بقى اوبا آه فده كان بداية الانطلاقة لأنه شديد ده كان عنده فرقة كده من مجموعة شباب عازفين عازفين بيغنوا مم. بقى غربي, بقى. غربي. مم. من خلال الباب ده قدر بقى يدخل بعد كده لابيتي شاو، يعرف كل الناس اللي لابيتي شاو بس نشرح للبردو اللي بيسمعونا بليبيتي شاو كانت فرقه فيها مهم الموسيقيين اللي هم ظهروا في السبعينات فيما بعد جيل عمر خيرت عمر خرشد أه، مين تاني هاني أه... الازهري كان معاهم برده لا بقى وطلعت زين بعد كده مم. عزة ابو عوف أه يحيى خليل هاني شنوده اسامي كتير جدا جدا لانه كمان هي لابيتيشا شا قعدت اجيال يعني مثلا حد يدخل معاهم سنتين ثلاثه ويطلع وهاني شنوده كان من, من الناس دي اللي هم يعني دخلوا على بيتي شا بعد ما, ما مش من المؤسسين يعني في بدايه التاسيس لانه كان بداية لانه التأسيس. كانت في تكوينها يحكي هاني شنوده انه فرقه لابيتي لما تكونت كان في البدايه اعتقد كان انا مش متذكر الاسم بس كان في صبح بدير مم. وكان معاهم عمر خرشد مم. وعمر خيرت واللي تولى تنظيم الفرقه كان ظابط صديقهم مكي. يعني هو اللي بدا ايه يكون الفرقه ويعمل لهم يتفق لهم على حفلات ظابط ليه, ليه في موهوب لا ضابط موهو المسي... حد صديقهم ظابط وبيحب آه. المزيكا أوكي. وبيسمع البيتلز بقى والحاجات الغربي وكده عايزين نسمعها بال... آه في ف... يعني. فهو بقى ايه يعني سا... ساعد في تكوين الفرقه واشتغل لهم متعهد حفلات مم. وبعدين دخل بقى معاهم هاني شنوده لما اتعرف عليهم مم. في البدايات خالص لانه هاني كان ليه دور مهم جدا في كان في بيعمل ايه بقى في البتيشة. الهندسه الموسيقيه العكسيه اه ايه اللي كان بيحصل؟ دايما <applause> بيقول كده في البرامج والمذيع آه. بيتخض انا هتخض برضه آه. انا آه. انا قعدت شرح لي موضوع الهندسه الموسيقيه العكسيه دي كان بيحصل ايه؟ هما بيجيبوا الاسطوانه بتاعت مثلا البيتلز مثلا هما كانوا متاثرين جدا بالبيتلز عشان هم اكتر ناس طبعا في طلبات بقى في الستينات يعني طبعًا كل الحفاكه بتطلبها فيجيب الاسطوانه يقعد يسمعها يفكك الالات يعني يشوف مم. الحته دي بتعزفها قالت ايه الحته دي بتعزفها قالت ايه الحته دي, إيه. دي بتعزفها قالت ايه ويكتب النوته وكتابه النوته دي طبعا مو موضوع صعب محتاج حد دارس طبعا فكان بيكتب النوته بتاع كل اله وييجوا يلعبوها بقى تاني لايف بالالات بتاعتهم المتوفره مم. بمعنى انه مثلا الحته دي في المزيكا بتلعبها آلة مثلا نوع أورج معين هم مش موجود متوفر في مصر مم. بياخد بيفرغ الصوت بيكتب النوتة بتاعته اللحنية مم. ويخلي مثلا يروح لعبه ببيانو أو لعبه بإلكتريك جيتار مم. مم. وهكذا هي دي التفكيك بس أو أعتقد برضو ان هو بيكون أصعب من من مش فكره كل جزء بيلعبه آله على قد ما هو ان الآلات نفسها صوتها بيخش في بعضه لان بالزبط. الآلات كلها بيكون هي موسيقى غربيه م. وده اللي احنا جايين له بقى ان الموسيقى الغربيه اصلا اصواتها متداخله بنوع من الهارموني م. او التناغم فصوت البيز مثلا خط البيز ده خط بيقول حاجة غير اللي بيقولوا خط اللييد جيتار, جيتار غير الخط اللي بيقولوا الكيبورد غير أه. الخط اللي بيقولوا الوتريات فهو صح. الهندسة العكسية برضو ان انت تعرف ان الحاجات دي كلها بتلعب في وقت واحد لكن انت عارف تفصلهم عن بعض وتشوف هم كل واحد فيهم بيقول ايه غير التاني لكن في الاخر كلهم يوصلوا لك للتناغم الاوتبوت اللي في النهاية اللي هو هتسمع شيء هو اه اتحاد م... عناصر كل الحاجات دي لما تجتمع مفهوش ببعضها ما تحسش انه سمك لبن تمر هندي لا ما طبعا ما هو آه. في هارموني وفي احنا متقيدين بقى بسكيل معين او نغمات معينه او كوردات معينه فكل الالات دي في النهايه حتى لو هي مع, مع بعضها متداخله فانت عارف كل واحده فيهم بتلعب ايه ده ما كانش موجود في الموسيقى الشرقيه يعني الموسيقى الشرقيه كل الالات بتقول نفس الحاجة. بتقول نفس اللحن اللحن الكمانجه هتقول نفس اللي بيقولوا الأنون هو اللي هيقولوا نفس اللي بتقولوا العود, العود مثلا كلهم بيقولوا نفس اللحن لكن الموسيقى الغربيه كل حاجه في نفس الوقت بتقول حاجه تانيه خالص، فانت آه. بتهندس انت بتفصلهم عن بعض وبتعرف كل حاجه بتقول ايه لوحدها. اه وبعد كده لما ترجع تجمعهم تاني تختار الالات اللي هتبقى بتلعب متماشيه مع بعض، يعني م من الحاجات العبقريه اللي, اللي هو عملها انه قعد تقديم اغاني البيتلز ودخل في توزيعها الات نفخ نحاسيه اللي هي آه. جاب فرقه الم... فرقه اللي هي اللي مش حسب الله جاب فرقه المطافي كان في فرقه ابو الصغيرة بتاع المطافي لسه موجوده حاجة. اه بتعزف الات نفخ فجابهم مم. دربهم على الحتت اللي يلعبوها وكان بيخليهم يدخلوا معاهم يلعبوا في حته اسمها الماندي نايت يعني مم. او في يوم في الاسبوع اسمه الموندي نايت ده كانوا... كافيه يعني ولا لا 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 كانوا هم عاملين بروجرام اسم يعني ليهم طول الاسبوع بيشتغلوا مم. كانوا في الصيف في الشتاء في مم. عمر الخيام اللي هو مارية الزمالك وفي الصيف كانوا بيروحوا فندق آه فلسطين اللي في آه او المنتزه كانوا المنتزه فين في اسكندريه في... في فندق فلسطين تحديدا فكان على البروجرام بتاعهم اللي شغال طول الاسبوع ده مش هنقعد نقدم كل يوم نفس الحاجه آه صح. فكانوا من الذكاء ان هم بيعملوا ايه بقى إيه السبت هنلعب حاجات الاحد هنلعب حاجات فنعمل مسمى فعمل مسمى قال لك الماندي نايت ليه الماندي نايت ده مم. لان يوم الاثنين ما كانش فيه بيبقى نمره رقاصه في السهره في عمر الخيام مم. فهو البيتلز آه سوري اللا بيتي بس اللي كانوا بيلعبوا بالمناسبة كان عبد الحليم بيروح يغني في عمر الخيام يوم يعني مم. وهكذا هم كانوا من الفرقه اللي بتلعب الاول فهو قال لك طب احنا اليوم ده يعني النمره اللي بعدنا ما فيهاش رقاصه شرقيه وعايزين نعمل حاجه جديده فراح جاب فرقه المطافي ودخلهم يلعبوا معاهم فعمل شو مم. و, و... و... تخلي بقى تخلي فرقه المطافي تلعب حاجات بالات نفخ البيتلز مثلا, مم. مثلاً. ف... فعمل شو فبقى الشباب يجوا يوم الاثنين اكتر من الايام الثانيه عشان يرقصوا على المزيكا دي يرقصوا على المزيكا يرقصوا على المزيكا دي مم. لانه عملها لهم بشكل حلو عشان يعني ال... الات النفخ البرصات آه، دخلت اه اه, آه، عملت... دخلت وكده فعملت شو لطيف وش... وهم بقى مم. على المسرح معاه ومع مم. الفرقه كلها مم. فواخد بالك من الشو اللي بيتعمل طب انت ذكرت اسم عبد الحليم حافظ دلوقتي آه. هو عبد الحليم برضو لما سمع المزيكا بتاعتهم آه عجبته قوي الفكره بتاعت الايه الالات الغربي وان هم آه. بيعملوا خطوط وفي علم في الموضوع مش مجرد يعني ناس آه متاثرين بالغرب تاثر سطحي وخلاص لا ده عندهم م. ناس فاهمه ودارسه وهو قرر يستعين بهاني شنوده صح؟ ده حقيقي آه. انه آه بالمناسبه عبد الحليم حافظ كان بيروح يسمعهم يسمع لبيتي شاب مم. وطبعا ذكاء عبد الحليم انه كان دايما بيحب يجدد ويطور ويشوف الجديد ف قعد يجري ورا هاني شنوده فتره طويله جدا يقنعه ان هو يشتغل معاه وهاني كان متخيل انه عبد الحليم انت هتاخدني في المنطقه بقى بتاعت المزيكا القديمه الجو القديم آه ده اه وانت وام كلثوم هو كان متخيل كده آه. انه ام كلثوم وعبد الوهاب ومزيكتكوا غير مزيكتنا ف... بس لا بس على فكره بقى عبد الحليم كان مزيكته طب متطوره طبعا ما هو عمل عبد الحليم من عمل جاز يعني, جاز يعني وعمل جاز حاجات وعمل كتير وعمل رومبا وعمل, وعمل تانجو وعمل كل حاجه من آه. الخمسينات مع كمال الطويل ومنير مراد مونير و و والموجي حقيقة. من يعني وبليغ برضه اه بس هو تعمل له انت بتتكلم م. على المنطقه اللي المرحله بقى اللي ايه اللي دول شباب متطور جدا م. بيفكر انه خلاص انت داخل على كان احنا دخلنا عصر الديسكو سترنج ودخلنا عصر ال كان لسه لا السبعينات الديسكو اوائل السبعينات احنا أو 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 في الستينات دلوقتي لا ده هو ما هو المشروع بتاع عبد الحليم بدأ معاه امتى؟ اواخر الستينات مش اواخر الستينات هو ما الشهور شهور يعني حليم اتوفى آه. كام؟ ستة وسب... آه سبعة 77 77 عبد الحليم اتوفى الموضوع كان في بداية السبعينات مش في مم. بداية السبعينات كمان في منتصف السبعينات فالفكره هنا كان انه عبد الحليم كان بيفكر انه يعمل الموسيقى الاغنيه السريعه مم. وجر هاني شنوده بحاجه ذكيه قوي ان هو كان بيكلمه كتير طب ما نقعد الاغنيه الاغنيه الهرمونيه الاغنيه الحديثه الاغنيه آه. آه. الغربيه اكتر مش الغربي السريعه آه. عبد الحليم حاجات سريعه في الخمسينات يعني بس هو كان يا عايز مغرمين يعني... يا عاشقين آه. دي كانت سريعه جدا آه آه آه. في الخمسينات اه ف... عبد الحليم كان متطور من زمان بس هما كان عندهم حاجه جديده كان عندهم مثلا خطوط بيز انا ما كنتش بسمع في اغاني عبد الحليم خطوط بيز آه. مثلا يعني دي من ضمن الحاجات الهارموني دلوقتي. كمان ما كانش الهارموني. موجود هارموني آه. الحديث عند عبد الحليم طبعا مثلا بس بس هاني بقى الفكره انه عبد الحليم طلب منه طلب م. غريب هو جاب له اورج كان مسافر انجلترا وجاب له اورج جديد جدا واتصل بيه قال له على فكره جبت اورج جديد تعال شوفه فراح هو فورا بقى هاني شنوده عشان يلعب على الاورج ده وبالمناسبه قال له بتعزف لي يا هاني عليه حاجه فعزف له اهواج اهواج بتفعيلات مختلفه يعني فعجبت عبد الحليم فعبد الحليم قال له اعمل لي فرقه صغيره ده اللي, اللي, اللي هو جهاز السترينكس السترينكس اه جاب له جاب له كيبورد سترينكس اورج كان حاجه كده ما فيش منها في العالم غير كام قطعه آه. يعني هو بيقول لك انا م. اول ما قال لي انا جبته وتعالى بص عليه نزل جري من بيتهم راح له أوه. ده يا يعني. جماعه بيكون كيبورد بيطلع اصوات الالات الوتريه اللي هي الكمانجا والتشيلو والكونتر باس والدبل بيس والفيولا والحاجات دي بيطلعها من الكيبورد ده في الستينات او السبعينات كان اختراع هذا يعني الاورج كان ثوره كان موسيقيه ثروة قوميه فهو لما شافه آه شبت فيه شبت فيه لأن هو بالنسبه له كان عبد الحليم ده حاجه قديمه فلما جابوه وعارف يجيبه, آه. يجيبه بالاورج الحاجات الاجهزه الحديثه اللي هو بيحبها كان كان فعرف يستقطب هاني شنوده ذكي جدا عبد الحليم قرا الدماغ بمنتهى يعني لو قال له تعالى نشتغل مع بعض آه نقعد آه. بقى رايحين جايين مفيش حاجه لكن قال له بص انا جايب لك الدليل ان انا عايز اعمل ايه الشغل بتاعكم بالظبط فعملوا الفرقه و... دلوقتي آه. الموضوع ده بربع جنيه الجهاز ده بربع جنيه دلوقتي, آه دلوقتي من على النت عم... يعني بنزله مش آه. محتاج آه. اي جهاز يعني اه وكون له فرقه صغيره آه. كده وكان في مشكله ان احمد فؤاد حسن قائد الفرقه بتاعة عبد الحليم حافظ افتكر انه هيستبدلهم وزعل لكن عبد الحليم حل الموضوع وعزفوا معاه مره واحده في حفله في نادي الجزيره م. دي كانت حفله قبل ما عبد الحليم. انا مش متذكر الجزيره ولا الاهلي بس هي كانت ايه قبل ما عبد الحليم حافظ يسافر في رحله علاجه الاخيره اللي توفاه م. الله فيها في انجلترا وعايز في مع يعني. أهواك, أهواك, اهواك بالطريقه الهاني شنوديه الهاني شنوديه خد بالك أه. ان هاني شنوديه ساعات بيطلع في برامج كده بيسف شويه على اهواك في الجزء اللي هو أنا ديك وابعت روحي تصحيك وميالي شغال الحته دي الجزء الشرقي الجزء الشرقي <applause> اللي هي دي سيكا بلدي او بيسموه حجاز غريبه او حاجه كده هنا يعني في اتنين ربع تون اصلا أوه. مش ربع تون واحد تقريبا او حاجه كده اه في اثنين في اثنين اربع تون في حتة دي شرقي جدا فهو بقى بيقعد يقول تراباتا تي تراباتا تأتي الحته دي بيتريق عليها الحته اللي في الاول بقى اللي هي اهواك واتمنى لو انساك دي اللي بيحبها بقى دي اللي بيبدع فيها عشان الثانيه لما بنخش الجزء الثاني اللي فيه ربع تون ده الربع تون صعب قوي تهرمنه صعب تطبق نظريات الهارموني على الربع تون او في وقتها على الاقل يعني مؤخرا بداوا يلاقوا حلول يعني حاجه اسمها السسبندد هارموني او الكوردات السسبند او حاجه كده بس كانت وقتها كان الموضوع ازاي هنعمل هارموني على لحن سيكا بلدي يعني انا ديك وابعت روحي تصحيك دي حته بس الودن الغربيه ممكن تحس انها ايه نش... ده مش عارفين يتقبلوها احنا بنحبها لانها ربع احنا متربيين عليها لكن هي في ال... كموسيقى بقى كموسيقى علميه نظريه علميه يعني الحته دي كانت عامله الهني... هنيش نودا ازمه اه وهي آه. وعايز اقول لك هو حل الازمه م. دي بعد كده في تجاربه مع المصريين اه حلها طبعا كان بقى في الحان شرقي وعرف يهرمنها آه. في اول و... آه... البوم مع منير تحديدا آه. كان في اغنيه راست متهيألي امانه يا بحر أمان... لا مش امانه يا بحر بنتولد لا امانه يا بحر اول البوم هفتكرها. وبعد كده لك بعد وبعد كده عزيز. عملوا بنتولد وبعد كده نزلوا امانه يا بحر تاني م. يعني لا بس دي دي نص تون ده مش بس رجل هو رجل. هو كمان في نقطه مهمه الناس لا, تع... لا تعرفها لا تعرفها عن الاستاذ هاني شنوده انه هو هاني شنوده معاه دكتوراه في الموسيقى وفي علم الهارموني وال الدكتور, و... هاني, الدكتور شنودة. هاني شنوده هو هاني شنوده ما بيحبش الناس تقول له يا دكتور يعني لكن واخد دكتوراه من انجلترا كمان يعني الراجل وصل لمرحله من العلم في الموسيقى انت عارف المعلومه دي ما حدش بيقولها خالص في, ل... في اعلام آه. ولا في برامج وهو يعني. ما بيذكرش يعني ما بيفرحش بالدكتوراه بتاعته يعني ده. مقربين جدا منه هم اللي يعرفوا ان هو دكتور ولما تقول له يا دكتور هاني يتضايق جدا يعني جدا في فكره يا دكتور دي مش مش م. شايف انها يعني كان حاجه يوسف للتباهي يوسف و... يوسف شاهين كان عنده مقوله كده اللي هو اي حمار ممكن يبقى دكتور ما تقوليش يا دكتور كان حد عايز يدي ليوسف شاهين دكتوراه فخريه أو. او حاجه فقال لهم انا مش عايز دكتوراه ولا حاجه اي حمار دلوقتي ممكن ياخد دكتوراه فتلاقي الناس دايما الجامده الواثقه في نفسها مش بيدور مش بيهمه على بيهمه فكره اللقب والدكتور وكده ولا ولا بيطلع يبيع نفسه كدكتور ف, ف... فبالمناسبه هاني شنوده عنده الحته بتاعت انه بي... هدفه انه يعلم الناس هو يبحث لنفسه يبحث لنفسه ويعلم غيره ويترك للاجيال الجديده ارث يتعلموا منه يعني من غير ما يأستز يا او يقول انا الاستاذ والدكتور لا خالص ده هو شكل تعاون يعني حتى هذه اللحظه يعني خلي بالك هاني شنوده اثر في موسيقيين كبار زي فتحي سلامه اثر في طريق مطكور ودول علّموا اجيال جديده يعني فتحي سلامه اتعلم في ورشته دينا الوديدي واتعلم في ورشته ناس كتير جدا كيروكي والناس كيروكي دي ومسار اجباري اجباري والناس دي برضو راحت لهاني شنوده بعد كده كنوع من الامتنان ان هو المدرسه المدرسة الاستاذ آه. الكبير بقى آه. للناس النقلة. دي النقله كنت... اه انت ان طريق مدكور كنت يعني بسمع له حوارات دايما كده كان بيتكلم ان هو اتعلم من هاني شنوده اتع... اتعلم منه دايركت يعني مش بس تاثر بيه يعني آه هو صغير علمه, علمه آه آه حاجات آه علمه آه حاجات وهو في مراحل آه البدايات تماما يعني وتلاقي ان طارق مدكور هو من اكتر الموزعين في تاريخنا آه اللي معلم قوي في حته الهارموني والكاونتر بوينت والخطوط اللي هي مثلا تبقى ورا الالحان اللي انت لا بيكون لحن تاني خالص ورا اللحن بس عامل تناغم معاه دايما طارق مدكور هو دايما تلاقيه معلم قوي في الحته دي اللي هي اصلا اللي بداها كان هاني شنوده طبعا طبعا. ففي علاقه بين كل اللي حصل بعد هاني شنوده واللي وصلنا له النهارده هو له فضل فيه حتى لو مش مشارك فيه بشكل دايركت يعني جه بقى الفكره بتاعه تاسيس فرقه المصريين يعني هو قطع شوط كبير جدا مع لابيتيشا وبعد كده اتعرف على محمد منير عن طريق عبد الرحيم منصور وهو كان طبعا في صداقه يعني قويه جدا ما بين عبد الرحيم منصور وما بين هاني شنوده وشوف الجمال يعني انه هاني شنوده لما تعرف على عبد الرحيم منصور تعرف عليه من خلال صلاح جاهين يعني فاهم انت الناس كانت التركيبات عامله ازاي؟ انه شاعر بقيمه صلاح جاهين ما عندوش ادنى مشكله انه يعرف هاني شنوده الموسيقي الشاب اللي عنده افكار جريئه على عبد الرحيم منصور عشان يكتب له حاجات برضه معاه هو منير الاول كان مع بليغ حمدي صح؟ اه منير الاول كان مع بليغ حمدي وكان اكتشفوا التج... الحقيقي آه كان بليغ حمدي بس ما نفذش يعني مش ما نفذش ده عمل له حاجات مم. لا تناسب شخصيه منير. امم. والاحقاقا للحق انه لولا عبد الرحيم منصور وهاني شنوده ما كانش منير خد الاتجاه ده ده منير كان عامل كان يعني يعني كان عامل اغاني كلاسيكيه طربيه أنت تتخيل مم. ده. محمد و... الحلو وعلي الحجار اه اه الجو يعني الجو ده وهيطلعه بدله وكده فاللي رسم ال الشخصية الفنية لمحمد منير كان عبد الرحيم منصور وهاني شنودة في ألبوم علموني عينيكي في علموني عينيكي 77 77 ودي في الوقت ده بقى كان هاني شنوده بيأسس فرقة المصريين اللي كانت ليها قصة بسبب حوار أجرو لابيتي شا مع نجيب محفوظ وقال لهم ساعتها انتوا ليه ما تعملوش الأغاني الغرب دي مصري وكده فالفكرة نورت في دماغ هاني شنوده وقال لك هأسس فرقة المصريين عشان كان شايف انه الاغنيه المصريه لازم تتخلص من الفكره الغناء الرومانسي التقليدي والموسيقى الشرقيه احنا لازم نغني اغاني المقدمات الطويله المقدمات الطويله اللي مثلا هو والعادات الكتيره الكتير اللي كان بيقول دايما ان المقدمه الموسيقيه في اغنيه واحده من بتوعنا بتساوي ثلاث اغاني غربيه كامله فهو كان شايف انه لازم نواكب هذا الركب اللي حاصل في العالم انه المزيكا بتتغير هو و... مش بس نواكب هو كان هو هو كده هو ده ذوقه في المزيكا يعني هو ده اللي حبه برضه مش بس فكره بقى. ان هو عايز يواكب او عنده هدف قومي او حاجه ان هو يغير مم. لا هو مجرد ان ده اللي اتاثر بيه وعايز يعمله يقدم الحاجه اللي هو بيحبها ولما قال لي نجيب محفوظ أه الاغاني المصريه فيها كذا وكذا وكذا وده مش عاجبني ولذلك انا بغني اغاني انجليزي مم. بنعمل اغاني غربي باللغه الانجليزيه قال له طب ما تعمل اللي انت بتاع المزيكا دي بس بلغه عربيه بلغه عربيه بنفس المزيكا بعد كده قال له مش عارف قعد دايما يلامط معاه هاني جدال اه ما بينهم. اه فقال له مش عارف لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام بالظبط فيعني ف... ده اللي خلى فرقه المصريين بقى وجدت فرقه المصريين من هذه ال... المحادثه ما ال... بين نجيب محفوظ وهاني شنوده وكان كان اسم المصريين تحديدا اختاروا بسبب مقال كتبه كتب الصحفي محمد أبيل كان عنوانه المصريون قادمون كان بيكتب على الفرق الغنائية الشابة اللي طالعة زي لابيتي شاو وغيرهم يعني إنه ان احنا هذه الفرق قادمه الى انها تكتسح المزيكا والناس هتبتدي الناس مش هتبتدي الناس اصلا الشباب بيسمعوهم والخريطه وال... تتغير والخريطه و... تتغير وال... المنشطة دي بيكتبوها آه. من سنه وهو اصلا المصري قادمون ده كان على غرار عنوان شهير اسمه الروس قادمون يعني اه اه طبعا ف... كان في فيلم اسمه فيلم الروس قادمون اه ف... ف... من هنا لقط الخيط هاني شنوده قال لك طب ما سمي الفرقه المصريين احنا مصريين بنغني اغاني مصريه وركز قوي كمان على انه الاغاني ككلمات وموضوعات تبقى بتعبر عن الشارع المصري والشباب المصريين والتحولات اللي حاصله في المجتمع انت م. بلد بتتنقل من الاشتراكيه الى الراسماليه في م. في المرحله دي افكار ومفاهيم جديده فهو كان عايز يعبر عن ده وعبر عنه في... عايز يتكلم عن ال... في المواضيع الاجتماعيه في الاغاني آه. الطبيعيه بتاعتها اه اه مثلا ماشيه السنيوره متحسبوش آه ما يا بنات, بنات ان الجواز راح راحه, آه بنات كتير بيغيروا مني بحبك لا بحبك لا آه حاجات الفرق كتير ما بيني وبين اهلي مساله السن مساله السن آه بتبكي, ليه بتبكي ليه بتبكي ليه بتبكي ليه دي ليها قصه يعني قويه جدا يعني لو هنتكلم مم. البوم البوم ايه, إيه قصتها طيب؟ لا قولي ايه قصتها آه بتبكي ليه دي مم. كانت في اعتقد في البوم بحبك لا اول البوماتهم مم. ومرسي السيد آه الشعر الجميل جدا مم. عرفوا عاطف منتصر عرفه على هاني شنوده وقال له قدم لهم اغاني وبتاع. فراح لهاني شنوده قدم كتب له كاتب له اغنيه كده اسمها ايه؟ من ايه مش عارف ايه منك حطيت صوابع العشره في الشق. حاجه كده يعني ايه لطيفه فهاني شنوده ما عجبوش الكلام قال ايه الـ ايه يعني صوابع العشره في إيه الشق وبتاع يعني هو كلام رومانسي م. على طريقه ايه يعني فاهم ان احنا قروشين يعني. م. فالراجل قبل ما يمشي من من القعده مع هاني قال له طب بص انا انا في اغنيه عايز اسمعها لك عندي وانا خايف اسمعها لحد آه فقال له طب قول لي يعني هو سمعه شويه اغاني وحشه جدا يعني كي. وحشه بمنظور هاني يعني م. فقال مش له مش ذوقه فقال م. له ليه بتبكي ليه مش انت اللي اخترتيه وعليا فضلتيه واخترتي العربيه الكوبيه والشيكه ب 1000 جنيه قال له بس م. هو ده أنا عايز ما فيها الحس اجتماعي الحس الاجتماعي نعم. فقال له تعالى هنا يا راجل ده أنت عندك حاجات من دي قال له لا خد من ده كتير أنا عندي بقى حاجات بس ما فيش مطرب بيغنيها وما فيش ملحن بيرضى يلحنها فالتقط مرسي السيد من الصنف اللي أنت عايزه عندي منه كتير عندي منه كتير أوه. فالأغنية دي كانت بتتكلم على فكرة أنت في مجتمع بيعاني ظروف اجتماعية بتبدأ بت التحول الاجتماعي اللي حصل في المجتمع خلى البنات تبص للمادة فبقت تاخد العريس الغني وتسيب م. قصه الحب اللي كان معاها في الجامعه او الشاب اللي مش مقتدر فبتختاره عشان بقى في اصلا فروق اجتماعيه كبيره قوي بين الناس الجاب ف... وسع بقى في حاجه اسمها اغنياء الحرب واغنياء الانفتاح آه. واغنياء مش عارف ايه بالمناسبه بقى في الاغنيه دي بالكلام على الطبقيه هنا بقى ظهرت عبقريه هاني شنوده في حته لما طلب تغيير الجمله بتاعه وشيك ابو 1000 جنيه م. ليه؟ هو غيرها؟ غيرها عدلها إيه؟ انا مش متذكر وشيك أبو حاجة أبو حاجة مش م. فاكر أنا من غير رقم يعني، من غير رقم م. بس اللي هو ليه بقى قال إنه أنا لو حطيت خصصت رقم لأغنية معمولة سنة 77 أكيد م. الرقم ده وقتها كبير الألف دي كبيرة لكن بعد عمر طويل الالف جنيه دي مش هتبقى حاجة مهمة تنبأ بالتضخم تنبأ بالتضخم, <تنبأ بالتضخم بعد يعني ما ب... الالف جنيه بعد سنين مش هتبقى ثروة انه حد يطمع فيها بالظبط ف... وهو بيقول انه عنده نظرية سببها ايه؟ خلي بالك هاني شتود عنده يعني أبعاد فلسفية في كل حاجة بيعملها م. بيقول انه أنا دايماً بشوف الهرم لما باجي أعمل أغنية بشوف ازاي انه بستوحي عبقرية ال ال انه لازم العمل الفني يعيش زي ما الهرم ده عاش يعني شايف انه الفراعنه او المصريين القدماء لما بنوا الهرم هو ليه بنوه مثلث؟ يعني دي من الحاجات اللي كانت في نقاشاتنا بيتكلم فيها بنوه مثلث لانه اكيد هذا الشكل الهندسي هو اللي يقدر يعيش اكتر زمن ممكن بحيث انه ممكن لو ما تبناش بشكل تاني يعني هو شايف كده م. فبالتالي دايما لما بتيجي تعمل اغنيه لازم تحط فيها العناصر اللي م. تخليها تعيش ولو لو بناها مكعب ممكن. مكعب مثلا ممكن يقع يتهد اه هو م. هو كان يعني لكن لو البيز عريضه فمش هيت اه مش هيتهد بالظبط فهو دايما حتى عنده ده ليه علاقه بالعلم هو دايما عنده ابعاد علميه وهندسيه لكل الاشياء حتى الموسيقى فهمني. فاهمني فالعالم حلو حلو <applause> فعلا م. متعلم الم. متعلم يعني الموسيقار المتعلم التعليم بينتج عنه وجهات نظر ثم فلسفات م. والفلسفه دي بينتج عنها بعد كده ابداع وموجود في اغانيهم برضو من من في البوم بحبك لا آه، اللي هو قلبه أول الالبوم ليه آه، كان فيه اغنيه اسمها ما فاتش ليه ما فاتش ليه فاتش ليه دي عامله قلق دلوقتي عشان كانوا مستخدمينها في مسلسل اسمه مسلسل و... و... حالة خاصة حالة خاصة و... ف... وكان مستخدم في في مسلسل رامي برضو لو تفتكر من 3 4 سنين كده رامي كانوا مستخدمين اللونجا كانوا مستخدمين حاجه كتير آه. البحر ازرق و... وما فاتش ليه, ليه و... واللونجات و ولأ مستخدمين حاجات كتير لفريق المصريين بس آه. ما فاتش ليه تحديدا حاليا يعني عامله ترندنج على انغامي في صفحه هاني شنوده لان هي الناس الاندر ايج رجعوا يسمعوا الاغاني دي ما فاتش ليه كلمات عمر بطيشه الشاعر الكبير عمر بطيشه وهو كان بالمناسبه شريك في, في تاسيس الفرقه دخلتها حلوه قوي بالمناسبه so... دي بقت نغمات موبا... رنات موبايلات دلوقتي اه خد بالك ان الاصوات دي مش اصوات الات حقيقيه اه لا دي احنا يعني بنتكلم في السبعينات, السبعينات ان انت تدخل الأصوات زي دي في السبعينات كانت شيء جديد كان حدث يعني وبعدين اه وبعدين آه. انت هنا بعتبر الاغنيه دي اقرب للسوفت روك م. فاهمني فلما تتلعب بالشكل اللي هو في بقى الهارموني والكونتر بوينت والبيز جيتار اللي بيتلعب والحاجات دي والصوت اللي معمول ده اعتقد ده صوت كيبورد يعني اللي هو كيبورد ده. هو ده ده. كيبورد مش أصوات عمل اصوات مخلقه م. يعني لكن الفكره هنا ان اغنيه مثلا ما فاتش ليه لما طلعت وقتها كلامها يعني خلينا نسترجع بقى كلامها كده بشكل مفرغ من اللحن ما فاتش ليه جراله ايه بقاله يوم بقالي يوم, بقالي يوم, بستنى يوم بستنى فيه, جرى جراله ايه كوتش نام ولا, ولا الزحام, الزحام. ده ميعادنا كان خمسه تمام كده ولا ايه فهو اتكلم هنا معلش يعني عربيتين رايحين جايين وناس كتير متطفلين اه في ناس بيعكسوها في الشارع بقى اه فاللي هو أوه. بتتكلم على مشهد مم. القاهرة في السبعينات السبعينات واحدة مستنية واحد فالناس مم. كانت مواعيدها مظبوطة فتأخر عليها ما فاتش في ميعاده وبتشتكي وبتشتكي مفيش بقى واتساب انها و... تقعد آه مفيش ولا ولا تليفون. حتى جيل الرنات مم. اللي بعد سنين طويلة هي فيها تأريخ الأغنية تأريخ فهنا كان بالنسبة لهم إن مطرب أو فرقة تغني كوتش نام ولا الزحام ده كان كلام جديد عليهم مم. انت خرجت بالاغنيه المصريه من حق... حقبه ايه؟ من نصف قرن من الغناء للرموش والعيون مم. والسهد والسهر والليل مم. ليه؟ انه كوتش وحد... نام ولا الزحام مست... الزحام يعني ف... فده تغير في شكل الاغنيه هو المصريين ادخلوا الاغنيه الاجتماعيه يعني في الالبوم ده تقريبا يعني في مجموعه اغاني انا انا بكتب الاغاني لانه مم. الحاجات كتير جدا كتير جدا طبعاً. يعني ما تحسبوش يا بنات طبعا صديق البوم بقى دي بحب بقى... ليه ما تحسبوش يا بنات دي كانت م. ليها قصه وانا قبل ما اتكلم على ما تحسبوش يا بنات وقبل ما اتكلم على على البوم بحب ليه اللي صدر 77 لازم نتكلم على تاسيس فرقه المصريين اصلا الاسامي اللي جابها هاني الازهري آه، وهاني الازهري درمز تحسين يلمز وتحسين يلمز بيز جيتار والمطرب محمد الهندي ومحمد هندي اللي سمي بعد كده بعمر فتحي بس مر بتجارب كتير محمد هندي فهاني <تكتب> شدوده <تكتب> 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 أيوة. سماه عمر جوهر نسبه الى عمر بطيشه وجوهر السقلي مش عارف ليه جوهر السقلي ايوه سماه عمر جوهر نسبه عمر بطيشه وجوهر السقلي مؤسس يعني عشان جوهر السقلي ليه ليه علاقه تاريخيه بالقاهره مم. ما اعرفش طلعت كده من هاني شدوده يعني و... وبعد كده وبالمناسبه هو غاي... خلاه غير اسم محمد هندي لسبب غريب جدا انه كلمه هندي أه. مصريين ممكن يتريقوا عليها وقتها آه ثقافيا آه. هو الراجل شايف م. أنه ثقافيا ما ينفعش يعني لازم برضو تبقى مراعي أنه م. الناس بتفكر إزاي حتى لو ده تفكير غلط بس ما تصطدمش بيهم بالمناسبة عمر فتحي سمى نفسه بعد كده عمر فتحي نسبة إلى فتحي عبد الستار المخرج في القناة الأولى في التلفزيون اللي كان بيعمل كليبات للمطربين اللي هو ياخدهم في الاستوديو عشرة يلا نصور كل أغاني بقى على مدار الحين بيرقصوا آه. وبالمناسبة يعني في نفس الاستوديو ده ومع فتحي عبد الستار عبر دياب صور م. الزمن مع هاني شنودة يعني في نفس الاستوديو ده وانضمت ليهم إيمان يونس بترشيح من صلاح جهين وبعد كده جابوا المطرب بقى اللي هو اللي غنى ما تحسيب والشيابه ان الجواز انا كاتب اسمه ممدوح قاسم ممدوح قاسم مم. ممدوح قاسم طبعا ده كان صوته بيز قوي اه ممدوح قاسم آه مم. كان بيلعب في فرق مم. من الفرق اللي هي بتغني بنداد غربي مم. وكان بيطلع آه يغني اغاني بالطريقه دي مم. يقف على الستيدج ويتنطط وكان بيعمل شو كده معاهم آه وكان بيغني الاغاني معينه بالاصوات دي فهني شنودة قال انا عايز الراجل ده بالمناسبه مم. لما جابوا آه ممدوح قاسم آه كان هاني شاف ان ممدوح قاسم صوته هيبقى لايق على صوت تحسين يلمز وهما بيعملوا الاصوات اللي فيها الـ 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 القرار تناغم يعني والتناغم في تناغم بينهم يعني اه مم. وهيستخدم الاصوات ده حتى كمان كان احيان بيستخدم اصواتهم كجزء من المزيكا اه اه فعاطف منتصر المنتج قال له ساعتها كان هما بيعملوا البروفا بتاعت ما تحسبوش يا بنات ف فممدوح اسن بيغني في الاوضه كان مخصص لهم عاطف منتصر اوضه في شركه م. صوت الحب فممدوح اسن بيقول حسيب وشيابة يا بدت ان الجواز راحه فراح عاطف منتصر ناداه له هاني انت جايب واحد يغني وهو صوته يبيع كرشة <applause> بنصا يعني فقعد كان في شد وجذب انه سيبني اعمل اللي انا عايزه بالمناسبه هو يعني... كان عايزه عشان صوته يعني آ... هو كان عايز يعمل الايفكت ده و... بيز وبيز صوته يونس صوتها آ... يعني طبقه عاليه طبقه عاليه و وبالمناسبه كمان يعني حتى اه عمر فتحي ما كملش معاهم يعني في 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 المشروع ده لكن لكن اللي حصل انه ايمان يونس اللي رشحها صلاح جهين صلاح جاهين بالمناسبه تعرف على هاني شنوده وهو بيأسس فرقه المصريين وعجبه الموضوع وعلاقه علاقه صلاح جاهين بالمصريين على مستوى العمل بدأت لما هاني شنوده كان عنده اغنيه سمعها من اغاني الشوار اغاني الشوار بالمناسبه مم. هي الاغاني اللي بتتغنى في الافراح الـ مش الافراح الشعبيه في نقل العفش في الارياف يعني مم. الـ الارياف في مصر عندهم كل أغاني مناسبه ليها... ليها اغاني ليها اغاني ومفيش يعني. اكتر من اغاني الجواز والنقل العزال والحاجات آه. دي والعفش وكده وبالمناسبه دكتور يعني برضه هاني شنوده دلني على انه دكتوره مدلتا عبد المسيح كانت عامله كتاب بيأرخ لهذه الاغاني في مصر يعني وده كتاب نادر جدا جدا ولها مجهود كبير في الابحاث دي فكان في اغنيه بتقول ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه اللحن كان كده وبيجي الاغنيه بعد كده بتقعد ايه تعدد من محاسن ومساوئ الجواز بكلمات جريئه ما ينفع فيها ايحاءات ما ينفعش انها تتغنى حاجات زي علي المرتبه ايوه ومشاغلبه <applause> و... ومعرفش ادق التوم والحاجات <applause> الغريبه دي اللي بتتغنى <applause> المهم ما علينا فخدها لصلاح جاهين وقال له بعد اذنك انا عايز اخد الاغنيه دي واعمل لها لحن يناسب العصر أوكي. فايه الفكره؟ فصلاح جاهين سمع الاغنيه مم. مش سمع الاغنيه وسمع الكوبليه الاولاني وقال له انا عايز اكتب ما تحسبوش المقطع الاولاني بس مم. انا ماليش دعوه بقيه الاغنيه ما بقى. تحسبوش يا بنات ان الجواز راح هي دي الفكره انه عايز اعمل اغنيه تتناول المسؤوليه الاجتماعيه انه الجواز ده مش حاجه هزار احنا بنتجوز عشان ايه يعني في مسؤوليات وفي اعباء وغيره طبعا فصراحة شاهين فعلا كتب الاغنيه وعجبتهم و... وهو كان مرشح قبل كده ايمان يونس انها تغني معاهم في فرقه المصريين وبداوا بقى دخلت فرقه المصريين بدات المشوار ده، وبمناسبة اغنيه ما تحسبوش يا بنات حصل ضجه رقابيه بعد ما صدرت لانه بعض الاصوات الازهريه نادت انه الاغنيه دي بتحرض الناس عشان انها ما تتجوزش. اه فسخ وفجور برضه. <applause> اه يعني مم. اغنيه بتحرض ضد الزواج وبعد كده الرقابه يعني وقفت موقف اللي هو طب هنعمل ايه يعني؟ وحصل انه ساعتها حصل لقاء ما بين هاني شنوده وما بين ممثلين من الرقابه ومن الازهر وشرح لهم انه انا بهدف من الاغنيه ان انا اقول للناس ما تفتكرش ان الجواز ده حاجه سهله ومش راحه وانه في مسؤوليات واعباء والازهر تفهم يعني بعد كده وجيزت الاغنيه مره تانية يعني بعد ما بدا عرضها على او بثها في الاذاعات وكده وقايه من الطلاق وقايه من تعذير من الجواز وعملوا في في الـ... اغاني ثانيه في البوم بحبك لا اه بحبك طبعا اغنيه 8 ديسمبر دي مم. الاغنيه اللي هي ب... بتتناول تاريخ ميلاد الفرقه وتاريخ تاسيسها كتبها عمر بطيشه ما فاتش ليه جرى له ايه طبعا دي حلوه قربي الشوارع ل... حواديت الشوارع حواديت طبعا الاغنيه مم. الهامه جدا الايقونيه الايقونيه اللي اللي فيها كذا تفصيل الشوارع حواديت كتبها صلاح جهين مم. وكان الفكره انه كان اول مره يستخدم هاني شنوده فكره المؤثر الصوتي الحي في اول الاغنيه في اصوات كده الكلاب بتنبح في الشارع و... وعايز يديك الاجواء بتاع شارع أنا شارع, احنا مصر مصري, ده. وعايز يديك الاجواء بتاعت شارع هادي بالليل يحسسك بفكره الوحده والذكريات يعني حد بي ايه ايوه في خطوات بتمشي برضو خطوات ماشيه في ركض صوت ركض كعب ده ولا ايه بس هو عامل ايقاع برضه اه صفارات دايما دايما في اغانيه في صفار يعني أوه. عنده الصفارات آه <applause> <مم>. الشوارع حواتيج ده صوت صلاح جاهين بنفسه اه بنفسه استخدموه هنا ان هو يقول المقطع ده من الاغنيه و... وكانت فكره جديده انه انه استخد... انه نعمل مقطوعه موسيقيه اغنيه على صوت صلاح جاهين وهو بيتكلم والمطربه بتغني الاجزاء اللي هي الخاصه بيها بس هنا هاني كشف عن وجه اخلاقي الحقيقه في الاغنيه دي لانه الحته بتاعت حوادايا فيها الحب هي كانت مكتوبه الاول حوادايا فيها العشق ف... حوادايا الحب فيها وحوادايا عفاريت عفاريت حوادايا العشق فيها هي كانت مكتوبه حوادايا العشق فيها ايه الفرق بين العشق والحب شتودة يرى ان العشق ليه مدلول جسدي اكتر آه او آه. مدلول قد يبدو جنسي شويه لكن الحب هنا الحب مدلوله اوسع واشمل من م. حب الراجل والست وارقى فهو كان شايف انه بلاش العشق خلينا نقول الحب علشان الاغنيه هنا ممكن تاخد مدلول علاقه بالصداقه ليه علاقة بالحب ما بين الراجل والست بس بشكل أكثر روحانية يعني أو عذرية زي ما بيقولوا. اله... هو واحد وواحدة واقفين في الشارع من غير ما يعني لا هو بيتكلم على الحب مم. يعني هنا بيتكلم عن الحب والعلاقات بس هو بيتكلم بمنظور إيه؟ إنه كلمة العشق هتضيق المعنى قوي مم. الحب أوسع. الحب أوسع آه. من الحب أوسع. آه وإنه ليها بعد برضه في جزء اخلاقي كان عنده انا عارف انه هاني شرود عنده ابعاد اخلاقيه في بعض الاغاني يعني اللي بيقدمها مش في بعض الاغاني في كل شغله يعني أه وده لا يعني لا يحاسب عليه بالعكس الراجل هدفه انه في الاخر ان انا اقدم شيء ليه بعد برضه اجتماعي وبعد اخلاقي وبعد فيه رقيه يعني أكثر. بس هو هو صلاح شاهين مش مش بيعمل حاجه ضد الاخلاق لا لا, لا الأخلاق. يعني هو بس ضد هو كان ممكن يكون قصده مشهد معين هو أه. عايز يعبر عنه ان قال الحواداية دي فيها واحد واحده مثلا بيحبوا, بيحبوا بعض بيحبوا بعض بشكل جسدي فهو عايز يعبر عن الصوره الصوره مش قصده ان هو يروج لحاجه غير اخلاقيه ولا حاجه بالظبط هاني كان شايف ان الحب افضل اه وجهات العاش. نظر وجهة فنيه اكتر و... انه عايز يعبر عن المعنى الاشمل والجميل الجميل انه صلاح جاهين وافق يعني لانه م. اقتنع بوجهه النظر فتخيل بقى لما يبقى حد بقيمه صلاح جاهين شايف إنه والله وجهه نظر سليمه لا عدلها يعني وجهه نظر سليمة فنيا قبل اخلاقيا اه انت بتعبر عن حاجه اشمل ب... بنفس الكلمه بنفس. طب آه... واي نوت آه. نعم. وبالمناسبه طبعا الاغنيه بعد كده تحولت للشريط لي... الصوتي لفيلم الحريف, الحريف. محمد, خان. آه. <تصفيق> <تصفيق> ال... الـ الـ محمد خان محمد خان 1983 اه ال بتاع محمد خان 1981 ولا 81 اه فده كان إفيه شهير و... وخلي بالك هم استخدموا الاغنيه دي في الفيلم م. والموسيقى بتاعت الفيلم اللي كلها تقريبا هي من التيمه بتاعت الشوارع حواديت مرة بالغنى ومرة من غير غنى يعني. من غير غنى. اه. والألبوم ده كان فيه أغاني حلوة زي بلاش تعقيد وغنوا للحياة آه وبحب كلا بقى كان فيه أغنية مهمة قوي ماما ستو ست دي أغنية أطفال ولا إيه؟ آه يعني هو كان فيها اه يعني شبه أطفال. اه اه, آه, آه مدية شوية كده الموضوع، أغنية مهمة اللي هي بحب كلا ودي ليها آه نقطة مهمة قوي أنا مش عارف إحنا ذكرناها ولا لأ بحب كلا لأول مرة بتعبر عن فكرة كمرسي السيد اللي كاتبها برضه فاكر أغنية نانسي عجرم أخصمك أه أسيبك لا؟ هي اتنحتت التيمة دي من الأغنية بتاعت بحبك لا محتاج لك أه اللي هنا بقى عظمة الأغنية دي في إنه كان بيعبر عن أفكار جديدة في الحب بقت في دماغ الشباب وبيعبروا عنها بشكل أكثر جرأة اللي هو واحد على علاقة بواحدة مم. بس بيقولها هو بيقولها أنا ما بحبكيش بس أنا محتاج لك وبرضه هنا أوه. رمزيه ال الاحتياج سواء اي بقى كان الاحتياج ده احتياج جسدي احتياج عاطفي احتياج سواء كان بيتكلم على بعض ال القضايا والمشاكل اللي بتحصل في الحب انه حد بيبقى مع حد عشان محتاج له ومش عشان بيحبه كسر الفكره الافلاطونيه دي اللي هي آه. وكسرها ان العلاقه و... لازم تكون ايام على الحب الرومانسي ست. اللي هو ال هو لا. كسرها في انواع تانية من ال من الحب والعلاقات بتقوم على اسس تانية غير الحب الرومانسي اصلا بالظبط فهو هنا كمان حتى لمح في الاغنيه دي او اشار لفكره انه انا شاب وسني بيكبر وممكن ما اكونش بحب لكن عندي محتاج ست في حياتي ومش قادر اتجوز ومش عايز فاهم برضو رمى على الحته الاقتصاديه م. والاجتماعيه برضو اللي كانت في المجتمع وقتها معاك فلوس تروح طيب <applause> <applause> <ده يا دي. تصفيق> ف, ف... و... وكان في مف... وكان في كمان حتى كمان افكار تتعلق ما كانتش المساله برضو انفتاح اه... اقتصادي بس أو أو الشعب بتاع مفتاح سلاح مداح. لو تلاحظوا دايماً في حتة ال... الوعي الاجتماعي الأغاني عالي جداً. اه, آه. ف... فده كان من ال... من, ال... من الأغاني أو مجموعة الأغاني اللي اتعملت في في ألبوم بحبك لا أو شريط بحبك لا عشان مسمى الشريط هو ال... الأدق يعني كانت أغاني اجتماعية وبتنظر للعط... للعواطف والعلاقات بشكل جديد آه بتناقش صراع الأجيال بتناقش الحالة الاقتصادية ومن هنا من هنا بدأ جيب, جيب قال الألبوم اللي بعده اللي هو حرية حرية هو خد موضوع بقى الوعي الاجتماعي ده لدرجة أعلى شوية صح بقت موضوع بقت بقت أيديولوجية بقى، موضوع دخلنا في الأيديولوجية، وأنت كان عندك حكاية في موضوع الأيديولوجية دي آه إن إن لما المصريين بقوا مؤدلجين أكتر فشلوا لا ولا لا هو, ولا هو, هو ما بقوش مؤدلجين هو م. كمان هو هاني شنودة لأنه راجل آه وعيه الثقافي متجدد دائما وعيه السياسي والاجتماعي هو قال اولا في البوم حريه هو شايف انه تاني البومات 79. 79 شايف انه م. ما نجحش لثلاث اسباب رغم ان انا شايف انه البوم كان جيد جدا ونجح يعني يكفي انه كان بدايه اللونجات كانت في الالبوم ده يعني بس هي لونجا, لونجا ما نجحتش في الالبوم يعني لونجا نجحت لما كاميرا في الملعب <applause> كاميرا في الملعب خدتها تتر بس انت عندك في حكايه ورا الالبوم ده ورا فشله صح؟ اه فشل الالبوم كان ليه ثلاث اسباب من وجهه نظر هاني شنوده او يسردها هاني شنوده السبب الاولاني انه بعد نجاح بحبك لا عاطف منتصر المنتج قرر يتدخل ويحط بصمته انه فكرة بقى انا ايه ما احنا نجحنا بقى فانا ايه انا لازم احط بصمتي في الموضوع الحقيقة ده كان شيء يعني بيضايق هاني شنودة جدا لانه هو اقتنع يعني كان على خلاف مع هاني في اغلب الافكار في الالبوم الاولاني اللي هو بحبك لا ولما هاني إيه نفذ إيه رؤيته ايه نوع الخلاف خلاف, خلاف على الاغنية دي مش حلوة مش هتنجح م. فتنجح لا اقصد آه خلاف توجهات ولا لا لا خلاف فني ذوق يعني عادي ذوق فني أوه. اللي هو مثلا ايه الاغنيه بتاعت ممدوح قاسم ما يغنيش الحته بتاعت ما تحسبوش يا بنات في مم. الاغنيه دي فتبقى الاغنيه الحته دي هي من اسباب نجاح الاغنيه مم. اغنيه ما الشوارع حواديت كئيبه قوي والصوت بتاع الرجلين اللي ماشيه في الشارع وصوت الحياه ما تخلي الموضوع اخف من كده فتتعمل بالشكل اللي انا عايزه فتنجح فاهم أه كان عايز يسمي الفرقه المجانين فبعد مش المصريين مش المصريين مم. فهاني شلوه قال له في يا... خنافس وعقارب فهاني و... شنودة بيقول له ايه. انت كده هتودينا في حته ثانيه يعني آه، هاني شنودة كان مثلا مسميهم المصريين كانوا بيطلعوا يغنوا في الحفلات ولابسين جلابيه الجلالب الصعيدي والحاجات دي ده في وحش بقى ما عجبنيش خالص الاف ده نجح وقتها بقى بس مش حلو ما, ما عجبناش احنا أوه. ما يبقاش ذوقنا احنا مم. بس وقتها ناس كانت بتطلع تغني في الحفلات وتعزف لابسين البدله والبيبيون واللبس الكلاسيكي ففجاه لقوا عيال مش عيال يعني شباب ماسك البيز جيتار وهو لابس جلابيه وعمه عشان مصريين وكده عشان مصريين وكده فالموضوع م. كان ساعتها موضه م. انت قيس على الزمن يا امجد قيس على لا لا انا مش وقتها حتى لو نفس الزمن كنت شاحب وقتها صح. لانه عش. الشكل العام منير وقتها نجح ليه كل المطربين طالعين بيلبسوا كرافتات ايوه عشان ده اللي هما بيلبسوه ده منير لبس الشباب بيلبسوه لبس اللي الشباب بيلبسوه آه هما عشان يعملوا اه ما ده, ده افيه مش آه. حلو في رايي بس فكره تلبس جينز تلبس يعني قميص الحاجه اللي انت بتلبسها في الواقع وبتغني اغاني شبه الشباب وش... ده انا متفق معايا جدا مع منير علموني عنيكي وبعض بالظبط و... ننتقل م. بقى لحريه سبب حرية اللي... آه. اكمل لك اسباب الفشل بقى اولا تدخلات عطف منتصر واكبر تدخل سيء عمله اللي ضايق هاني شنوده وقتها انه قرر انه محمد الشيخ يلحن الاغاني السريعه م. وهاني شنوده يلحن الاغاني السلوك وده ما كانش له اي مبرر هو كان منحاز جدا لمحمد الشيخ وللاسف هاني شنوده كان ما كانش معترض على محمد الشيخ شخصا كان شايف انه محمد الشيخ راجل بتاع شرقي وبيلحن بيعزف عود وعواد شاطر وبيلحن الحان شرقيه فده هيضايقني لما انا ابقى مجبر ان انا اوزع لده بالمناسبه لولا لولا المفارقه دي ما كانش هاني شنوده اضطر بعد كده انه يطور او يخلي الهرمون يدخل بشكل اكتر في المزيكا الايه الشرقي بس محمد الشيخ برضه عمل كان بيعمل حاجات عاديه يعني طبعا يعني بس مقامات يعني نص تون عادي ما هو نص بس هو كان, كان... عامل قلوع 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 بتاعت عمرو دي. اه بس بس خلي بالك برضه محمد الشيخ لما محمد اشتغل محمد مع هاني شنوده محمد, محمد الشيخ اتاثر بهاني وتأثر مم. بأفكار هاني فهاني خدوا برضو من حته الربع تون والشرق البحت نقلوا شويه للنص تون وانك مم. تعمل ألحان تبقى ماشيه مع التوزيعات الغربي تمام. السبب بقى الثالث وده سبب غريب جدا بيقولوا هاني شدودة انه المصريين ما بيحبوش تكرار النجاح الشعب المصري المجتمع المصري انت لو عملت نجاح باهر لما تيجي تعمل حاجه تانية يجي يقول لك ايه طب ورينا بقى انا مم. هتلكك لك لا 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 دي, دي مش أحلى من اللي فات قوي هو شايف ان ده موضوع نفسي وده ليه مم. علاقه عند يعني شيء مرتبط بنفسيه او الوعي الجمعي بتاع المصريين. ده مش المصريين بس ده كل الشعوب بعد واحد نجح. دايما في تشكيل هو في انت الخطوه الثانيه دايما تحدي الخطوه الثانيه. في كل الشعوب دايما في تشكيك أوه. كده هو كان بيضحك علينا في الاول لما نجح ولا هو كان نجاحه مستحق. السبب بقى الثالث انه حريه. اسم حريه. اسم حريه ادى للالبوم دلاله سياسيه. ال وهو الالبوم ما كانش كده. والغلطه اللي بيشوف هاني شلول ان هم عملوها انه اغنيه حريه هي اول اغنيه في الشريط. واسم الشريط حريه. مم. فانت هنا خدت المو... يعني خدت اديت دلاله سياسيه للالبوم و... والواقع مش كده. ممكن مم. تكون اغنيه حريه هي اغنيه واحده ليها الدلاله دي او ليها الاغاني عاديه اه وباقي الاغاني اجتماعيه عاديه زي بحبك لا كده وكانت لطيفه وكل حاجه. مم. لكن الاسم كان تقيل على الناس وادالهم دلاله سياسيه فده كان سبب من سب اسباب هو شايف البوم فاشل لان السياسه بتفرق لكن الفن بيجمع آه. يعني فهو وبعدين برضو هو في الالبوم كان في شويه اغاني برضو اسمائها تقيله يعني مثلا سيبك من مسألة السن دي كانت أغنية ميكي لطيفة ميكي جدا ماوس. كتبها صلاح فايز بت بت بتناقش الخناقة الأجيال صراع الأجيال بين دي أفضل أغنية في الألبوم في دي, دي أفضل أغنية مم. طبعاً لونجا 79 مم. طبعاً المقطوعة الشهيرة اللي هنجيلها ميكي ماوس مثلاً ده اسم غريب ميكي ماوس أوه. حضارة المصريين أوه. أشجار النخيل غجرية أشياء صغيرة غي... غجرية غجرية في أغنية مم. اسمها إبريل مايو كانت لطيفة جدا لكن يعني هو شايف إنه كان في تقف في ال... في اغاني في الاسامي بتاعت الاغاني ان اسامي الاغاني كانت مش قريبه من الناس يعني قريبه من الناس حاجة... أوكي. وحتى كمان يعني هم عملوا ماما ستو في el... في بحبك لا وبعدين جم عملوا ميكي ماوس في في حريه وهو كان عنده بعد انه لازم يعمل حاجه ليها علاقه بالاطفال مم. يعني هو برضو خلي بالك طول الوقت شايف انه ماما محمد ثروت حاجات وا... يا طيور اه... النورس يا اللي بالمناسبه دي هو كمان يعني بناها بطريقه المرشات العسكريه يعني وعمل حاجات لنيلي برضو آه 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 نيلي آه عمل لها غني اطفال اه اه, آه مش متذكر ايه بس كان عمل ايه كان في فراشه صغيره بتاعته ولا مش هي... لا مش هو لا مش مش متذكر مش, هو. مش متذكر. بس, بس هو... كان عمل حاجه لنيلي اغاني آه. اطفال يعني مشهوره هو دايما يعني هو دايما عنده الاهتمام بالاطفال ولغاية دلوقتي هاني بيروح يعمل ورش للاطفال اللي هي يعني... لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي آه. يا سلام يا اختي فاكر الاغنيه دي حاول افتكرها حاول افتكرها نيلي معروف كان في العبوا فورة. مع العبوا مع بعض ما تتخانقوش ايوه ايوه عارفها آه. دي بتاعت هاني في الفوازير صح الفوازير لا لا كانت اغنيه كان استعراض كده هو عمل استعراضات كتير واغاني كتير للاطفال اشهرهم يا طيور النورس م. لمحمد ثروت دي كانت اغنيه يعني كلنا في الطفوله يعني وحتى عايز اقولك حاجه ماشية السنيوره دي ليها علاقه بالطفوله شويه احنا يعني كنا بنسمعها واحنا صغيرين يعني قوي يعني احنا كنا اطفال كنا بس كنا أطفال هي أطفال مش اغنيه اطفال اه <متصفيق> اه بس بس أه ليه لانه احنا نطينا في الحته دي يعني مش السنيوره ده كان 85 بس انا فاكر ان مشيه ده اول كليب كرتون اتعمل في التلفزيون يعني. كان اسمه كرتون وقتها كرتون اه أو مش انيميشن يعني فكان الموضوع دمه خفيف فلما كان اطفال يعني احنا من الطفوله البائسة كنا بنتنشا عشان نشوف كرتون في الثمانينات على التلفزيون المصري بس الموضوع كبير كبيره يا مشيه السنيوره كده كده اه بس يعني بقى من يعني ما كانش حاجات يعني العيال عايزه تشوف اي كرتون وخلاص الالبوم اللي بعده اللي هو بنات كتير بنات كتير, بنات آه. كتير ده برضه من الالبوم بالمناسبه كتير. بالمناسبه في نقط يعني كان لازم نشير ليها في في اللحظه دي بعد البوم او هم بيحضروا البوم بنات كتير بدات هنا الشركات تتنافس عليهم وهنا بدا المنتج الكبير محسن جابر بذكائه المعهود شايف إنه دول بينجحوا نجاح يعني انا عندي نمر بقى عبقريه زي ميادة الحناوي وورده وكل العباقره والاساطير الكبيره فانا عايز اجر المصريين دول عندي. وهنا ارتكب عالم الفن اه عالم الفن وهنا في نفس اللحظه ارتكب عاطف منتصر غلطه خسرته فرقه المصريين. انه راح جاب فرقه الفور ام مم. ودي النقطه تعاقد مع, الفور أم, تعقد اللي مع اللي الفور ام اللي, كان المنافس المباشر المنافس اللي. اللي طلعوا بقى طبعا الفور مم. ام كانوا طالعين طلعه رهيبه مم. عزة ابو عوف واخواته والبنات وكانوا مكسرين الدنيا يعني مم. اجمل ما في الحفله مين دبدوبه التخينه والاغاني دي ولا كده ولا كده والولا ده ده والحاجات دي كانوا طالعين طلعه قويه قوي, قوي. وعاطف منتصر هو اللي دعمهم في الطلعه مم. دي ووضاهم فبذكاء المنتج راح محسن جابر اول حاجه هو ما جابش المصريين كده مباشرة من هاني شنودة هو لعب في دماغ إيمان يونس قال لها ما تيجي تغني تعملي ألبوم لوحدك للأطفال وهي اصلا ايمان كانت راحت عملت شغل كده مع التلفزيون ليه علاقه اغاني الاطفال مم. بعيد عن فرقه المصريين. طب ما تيجي نعمل لك البوم لوحدك طب ما تيجي تغني ما فطبعا قالت له طب انا ماضيه مع هاني شنوده يعني اتفاق وان احنا مع بعض وبتاع طب تمام جاب هاني شنوده وجاب المصريين قال لهم يعني هم شغالين في الالبوم ده تحديدا هم ده كان اخر البوماتهم تقريبا مع صوت الحب يعني في ال... وهم شغالين في الالبوم ده راح محسن جابر قال لهم آه... طب دلوقتي آه... عاطف منتصر جاب الفور ام انتوا مش هتبقوا الفرخه اللي بتبيض له ذهب مش هتبقوا نجوم الشركه هيبقى في جنبكم نمره تانية اهتمامه متوزع ما بينكم كنتوا الاثنين الحكايه الكلاسيكيه آه. بتاعت انت جالك دره يعني خلال. اه فما تيجوا عندي انتوا الفرقه الوحيده اللي عندي وانا م. هعمل وهعمل المهم كملوا شريط بنات كتير والمهم انه بنات كتير ده برضه كان واخد الخط الاجتماعي عمل فيه اغنيتين حلوين قوي اغنيه اسمها غلط غلط واغنيه اسمها صح صح وكان مم. الاغنيتين دول متقابلين مع بعض ان هو بي بيطرح العادات والتقاليد الصح والغلط مم. في منظور كل بنت يعني ايه غلط غلط ما تعمليش كذا كذا غلط غلط انك تعملي كذا كذا غلط غلط انك كذا حطها في الوش الاولاني مم. وجا في الوش الثاني عمل اغنيه اسمها صح صح اللي هو صح صح انك تعملي كذا صح صح ان كذا كذا اغنيه بنات كتير ذات نفسها اصلا نصايح برضو آه. او يعني من نوع من اللي هي بتقول متوعيه بصراحه قوي م... مش معنى كده ان انا فلاحه او رجعيه آه. و... ولا عمري مش عارف ايه ادي ادم تفاحه صح بنات كتير كده من سني بيغيروا مني, مني وبيحسدوني و... مع اني مش احلى منهم بصراحه لا عندي لبس اخر موضه ولا في الاوضه صوره لنجم عينيه سوده ده صلاح فايز اللي كانت في آه. البرنامج آه ورموشه ساحره وجراحه ولا في كلامي بتصنع ولا بتدلع ولا عمري اوعد واطمع ولا ادي ادم دي روشته محترمه جدا فهي برضه برضو نوع من آه النصايح والتوجيه كويس انك حافظ كلام الاغنيه ولا أو بدور عليه أو اصلا اوعد يعني. أو واطمع ولا ادي ادم تفاحه تفاحه ولا هو قال تفاحه اه ودي الرمزيه فكره م. البنت اللي, اللي بتقدم تنازلات معنى كده ان انا رجعيه بالظبط مش معنى كده مش طبيعيه او رجعيه طبيعية. بصراحه قوي متوعيه ما انا امي اصلها فلاحه فلاح. آه. هنا الربط ما بين فكرة م. م. العادات والتقاليد م. وما بين الحرية والتحرر اللي كان ساعتها الدنيا الناس بتقول انه يعني يلا كله م. تمام وكله سهل اوكي نعمل أي حاجة ألبوم وعظي شوية وعظي شوية م. بس أنا شايف إن هو كمان ألبوم متجه للمرأة أو الفتاة المصرية بشكل أكتر لأن في أغنية اسمها مهبهورة بيك أنا م. بتتناول فكرة إنه البنت بتعبر عن إيه أعجبت بواحد بس هنا بتفرق ما بين فكرة إنها بتحبه أو مبهورة بيه، يعني هي هم. مبهورة بالصورة الكبيرة. طيب نروح كده للألبوم الرابع بتاعهم اللي هو ابدأ من جديد، ده كان سنة 1981 تقريبًا. آه وده أوكي. كان أول تعاون يوم مع عالم الفن. م. ومشكلة الألبوم ده الوحيدة إنه نزل يوم 6 أكتوبر 81 يوم اغتيال الرئيس أنور السادات. فده م. أضع على الألبوم من قبل ما ينزل يعني. م. الشريط نزل يوميها الصبح والسادات قتل يوميها الظهر. فيعني المساله انه فشل الالبوم على مستوى الـ اللي عاش منه طيب اللي عاش اللي... منه طبعا لما كان البحر ازرق آه و... و... وابدا من جديد والصبحيه والالبوم ده كمان شهد ان انفصال ايمان يونس عن آه فريق المصريين وهم بيسجلوه اللي حصل انه هم بيسجلوا الالبوم ده فجاه في احد الايام دخلت عليهم ايمان يونس وقالت لهم جماعه انا اتجوزت و جوزي رافض ان انا اكمل في الفن و... يعني هتسافر اصلا كمان صح. آه لا ده منى عزيز اللي اتجوزت حد بره مصر بره مصر في سويسرا منى عزيز و... آه. منى عزيز منى آه ايمان يونس آه وهما بيسجلوا الالبوم فاجئتهم وقالت لهم انا جايه النهارده احط صوتي على الاغاني آه اللي اقدر اغنيها يعني التزاما منكم فعلا كانت غنت ست اغاني وفضل اغنيتين آه منهم اغنيه لما كان البحر ازرق مم. والاغنيه دي كانت كاتبها هاني زكي ولحنها هاني شنوده بالنسبه الاغنيه دي عملت نجاح كبير دلوقتي بعد ما اتعرضت في مسلسل حاله خاصه وكانت هي في التتر تقريبا مسلسل رامي كمان ومسلسل رامي قبلها قبل حاله خاصه اه مسلسل رامي ده اللي خد جايزه جولدن جلوب جولدن جلوب وحتى بالمناسبه لما رامي في 2020 كان بيستلم الجايزه راحوا عزفوا اللونجا 9 طلع طلع يستلم عزفوا 79 وهو يستلم الجائزه اه عزفوا لونجا 79 وهو رايح يستلم الجائزه والناس كانت مبهوره جدا بيقول <applause> لك ان ساعتها لما سمعها سيلفستر ستالون في سمعها في الجولدن جلوب أو. الموسيقى وهو بس رامي طلع يستلم الجائزه كلم هاني شنوده جاب نمره هاني مين اللي عامل المزيكا دي جنن يعني اللي هو المزيكا اللي احنا سمعناها في حفله الجولدن جلوب دي عادي يدور عليه وكلمه وقعد يشكره على المزيكا سيلفستر ستالون يعني. ورامي بالمناسبه بعد الجائزه دي جه مصر هنا وقابل هاني شنوده يعني في زياره ليه. طبعا. وعلى فكره بقى حاجات من الكواليس الناس ما تعرفهاش، حقوق الاغنيه، حقوق الموسيقى التصويريه استخدمها هاني شنوده باعه من سنين لمنتج الماني بفلوس قليله جدا. يعني كان الموضوع اقل من 3000 دولار ولا حاجه رقم زهيد جدا ما كانش متوقع ان الحاجات دي ما كانش متوقع لان هو الراجل كمان ما عندوش هاني شدوده ما عندوش الحسابات الماليه بتاعه الفنانين اللي انا عايز بقى اخد اكبر مكسب وكده جاله القصه بدات انه قبلها بكام سنه جاله واحد مفوض من شركه انتاج المانيه ده اللي قاله له يعني مم. وانا عايز استغل حقوق اللونجا وكم اغنيه ثانيه فتمام الراجل تعاقد معاه وخد الحقوق دي وما كانش يعرف بعد كده بقى ان هيتم بيعها لايه؟ لشركه انتاج امريكيه وانه تستخدم في مسلسل رامي ويعني قصه ايه؟ قصه قانونيه طويله يعني لكن هاني شنوده ما عملش اي يعني رد فعل قانوني بعد كده او او عمل مشكله كبيره بالعكس هو فرح ان مزجته وصلت للعالم بعد العمر ده كله يعني. والحقيقه ان التاريخ الزمن انصف هاني شنوده في حاجات كتير يعني هنقولها لكن نرجع للاغنيه بتاعت لما كان البحر ازرق <applause> فضل الاغنيتين دول وما... هم من اهم اغانيه اصلا من اهم اغاني المصريين آه. <applause> فضل الاغنيتين دول ومش لاقيين مين يغنوهم ف اتعرفوا على مطربه شابه اسمها رندا ورندا دي كانت من الاصوات اللي كان لها مستقبل كبير جدا لكن على حد وصف هاني شنوده ان رندا دي كان عندها عيله او اسره والدتها تحديدا كانت بتبقى شايفه الفن وسيله للمكسب فكانت حق يعني بعد ما بدات تغني معاهم اشترطت اشتراطات غريبه قوي اللي هو انا عايزه اخد اجر اكبر من الفرقه انا المطربه السولست بتاعتكم لازم اغني اغاني في الحفلات انا اخد عليها اجر اكتر عايز اخد اجر اكتر في الشريط كلام بقى اللي هو ايه فهم يعني انا النجم انا النجم يعني وبداتها بدري بدري يعني الموضوع معاهم فغنت لما كان البحر ازرق وغنت غنوه تانية في الالبوم برضو و والمشهد الغريب جدا اللي هو كان بتاع وداع ايمان يونس يعني أنا دخلت سجلت في يوم ست اغاني مم. ويقول هاني شنوده انه يعني غنت كما لم تغني من قبل كانها بتودع المهنه يعني هي رندا دي كملت عملت مم. عملت سولو كارير كده كم البوم او البومين لوحدها تقريبا هي اه راحت عملت مم. البومات لوحدها لكن ما مم. كملتش ما كملتش قوي اه وهو شايف انه برضو يعني مشكله رندا في اداره مشوارها يعني انه انه يعني امها تحديدا وعائلتها كانوا شايفين انه يلا بقى بنتنا مطربه يلا بقى عايزين اين فين الفلوس والذهب بقى والفهم والشهره والحاجات دي م. وده بالمناسبه ورطها في اتفاقات قانونيه كتير مع شركات انتاج ومشاكل قانونيه هي اعتقد المشاكل التعاقديه هي اللي ايه يعني وقفت مسيرتها الى ان آه بعد الالبوم اللي صدر سنه 81 ده البوم ابدا من جديد كان هاني شنوده بيدور على مطربه م. فمراته كان ليها صديقه اسمها منى فعرفته عليها وقالت له ان منى دي بتحب تغني فسمع صوت منى وبعد كده قدم لنا المطربه منى عزيز اللي عملت مشي الصنيوره اللي يمكن بقى هو الالبوم الخامس كان اسمه مشي الصنيوره والاغنيه اللي كسرت الدنيا بس هو اشتغل على منى عزيز كتير لما قعد دربها كتير جدا كانت محتاجه تدريب عفوا كانت محتاجه تدريب كتير قوي فقعد دربها فترة طويلة يعني الفرق ما بين يعني قعد دربها من يعني ما 81 و 85 85 يعني الفرقة مدة أصلاً طويلة اه الفرقة اتعطلت اصلا بسبب مم. المشاكل اللي لها علاقة بالتعاقدات والحفلات وغيره وغيره وتوقفوا فترة وبعدين رجعوا تاني لانه كان بيدور على مطربة غير رندا فعملت منى عزيز بقى البوم ماشية الصنيورة البوم نجح نجاح كبير جدا واغنية ماشية الصنيورة دي كانت اول اغنية تتصور بطريقة الفيديو كليب فمش مش الفيديو كليب سوري كانت أول أغنية تتصور كرتون يعني وعملت ضجة كبيرة وقتها ناس فرحوا بيها وعملت شعبية منى عزيز معاها منى عزيز يعني. طبعا وبعد كده عملوا بقى بعد بس لا آه الألبوم ده كان فيه كمان لونجا لونجا 85 85 اه 85 اه. اه. اه في ناس في أنغامي وبتاع بالمناسبة مكتوبة مكتوبة اه. على اليوتيوب على القناة الرسمية اه. في صوت الحب 58 مكتوبه 58 ودي غلطه مطبعيه أوكي. او غلطة في ناس في الغلطه في ناس وناس كتير مواقع نقلت الغلطه بتاعت انه لونجا 58 مفيش حاجه اسمها لونجا 58 ده يوتيوب وانغامي وكذا يوتيوب وانغامي اه فارجو آه. ان الناس تاخد بالها من الخطا ده هي, هي اللونجات دي مرتبطه بالسنين اللي مم. نزلت فيها آه. يعني لونجا 79 نزلت في آه. سنه 79 لونجا 85 نزلت سنه 1985 وفي لونجا 88 كمان آه. بس لونجا 85 دي بقى كانت برده من اللونجات الحلوه قوي اللي كانت دايما في الفواصل في التلفزيون المصري في فواصل القناه والقناه التالته كانوا بيشغلوا اللونجا دي، يعني لونجا 79 ارتبطت بالكاميرا في الملعب بالكاميرا في الملعب بالمناسبه هاني دا... 85 كانت فواصل هاني شتودة يعني ما خدش اي حقوق ماديه على الحاجات دي، كان بيديها م. لهم كده اللي هو بيستاذنوه هنستخدمها فاستخدموها م. تمام انا كنت برضه سمعت له حوارات كان بيتكلم ان هو حتى بيعمل موسيقى تصويريه لشباب صغير افلام قصيره وافلام أوه. في المعهد السينما وكده بدون مقابل بدون مقابل بيتبرع باجره كذا فيلم راجل جميل جدا يعني م. عايز اقول لك انه هو مثلا كان شايف انه التلفزيون المصري او التلفزيون الدوله ده تلفزيون بلدي فانا بدعمه مش هطلب منه حاجه م. فلما استخدمه يعني موسيقى الكاميرا في الملعب دي <applause> يعني اللونجا 79 تحولت لتتر الكاميرا في الملعب فالبرنامج ارتبط مع الناس ارتباط كبير جدا هو ما طلعش وقال طب انا عايز حق استخدام المزيكا دي طب فين حقوقي طب يعني م. اعتقد انه لو اي ملحن دلوقتي خدوا له كحه من لحن دي اتعرض في اي حاجه هيطلع لك فلوس ولادي انت فاهم انت الناس وزير ولادي وزير ولادي والحاجات آه. دي بقى التجربه الاخيره بقى سنه 88 اخر آه. البوم البوم حظ العداله اللي هو ده بعدها تفككوا بعدها تفككت الفرقه وكمان البوم حظ العداله وقتها نزل في الوقت اللي بدات فيه موجه الموسيقى الجيل بقى مم. يعني حميد الشاعري حميد الشاعري و... و... ورفاقه ورفاق وعلي حميده علي اللي دغدغ حميد. الدنيا بلولاكي وثم جت بقى ميال والمرحله وال... نفسها كانت مش هتستوعب الاغنيه الاجتماعيه يعني م. كان الاغنيه الاجتماعيه أدت دورها آه الكامل حتى منير كان بدا ياخد كيرف كيرف نازل شويه في الفتره اللي هي دي منير بقى بدا يغير هو كان منير هو صوت الاغنيه الـ الـ البديله شويه البديله شوي. بديلة وقعد فتره يعني قعد فتره متضايق يعني آه ما كانش و... وكان هيفكر يعني يسافر ما هو بس دي كانت الفكرة الفتره اللي كلها خناقات ومشاكل أول ما بين منير ويحيى خليل م. بالمناسبه م. ان يحيى خليل بدايته اصلا كانت مع فرقه المصريين عازف درامز وكان م. في الوقت ده منير بينزل يغني اغاني مع فرقه المصريين وكان المفاجاه ان منير كان عايز يشتغل مع فرقه المصريين في بدايتها لكن هاني شطوده اللي رفض مش رفض انه مش عايز منير لا هو كان شايفه انت مشروع لوحدك انت نجم لوحدك انت تجربه موسيقيه مهمه فلازم تبقى ايه لوحدك بس <applause> <في تصفيق> انا بقى بين بين 81 و 85 <applause> اللي هي التوقف بين البوم بنات كتير و, و... لا ابدا من جديد ابدا من جديد ومشى و... السنيوره دي مرحله اكتشاف... مرحله عمرو دياب, عمر دياب اكتشاف عمرو دياب اكتشاف عمرو دياب هتعرف اكتشاف عمرو دياب و... وبالمناسبه كانت مرحله برضو الموسيقى التصويريه بشكل كبير لكن دي هنجي لها بعدين لكن محمد منير كان الاكتشاف الاول لهاني شنودة عمرو دياب مم. كان الاكتشاف الثاني اللي فرض نفسه على هاني شنوده. كلنا عارفين القصه بتاعة بورسعيد وان هما كانوا مم. بيغنوا هناك فرقه مصريين وقابلوا وعايز انزل معاك لكن خبط عليا شاب آه بورسعيدي آه وقال, وقال له انا نفسي ابقى حاجه، القصه دي يعني قتلت بحثا لكن مم. الحقيقه انه هاني شنوده له اراء في مسيره عمرو دياب <applause> انه شاف ان عمرو دياب من الناس اكتر الاصوات اللي هو سام في اكتشافها اللي كانت عندها قدره على آه الاستفاده من الدروس. والاستفاده مم. من الحكم او استفاده من المواقف يعني آه كان هاني شدوده حكالي مره انه كان في اغنيه عاملها لمحمد منير اسمها عذاب النفس لا طبعا انا فعلموني وكان آه عنده آه فع زر. كان عنده واحد جاره شاب مراهق كده كان بيشغل شريط علموني يعني في كل يوم يسمعه يجي عنده اغنيه عذاب النفس دي يعملها سكيب يعملها سكيب ويجر <applause> الشريط بعد شويه بدا يسمع اغنيه عذاب النفس شويه شويه بدا ما يسمعش غير اغنيه عذاب النفس, النفس. في الـ في الشريط فهو كان شايف انه انا ممكن اعمل جوه الشريط ودي نص يعني من الحاجات اللي قالها قدام عمرو دياب انه انت ممكن تعمل في الشريط اغنيه واحده الناس كلها ما تبقاش شايفه انها اغنيه جماهيريه مم. ومش هتنجح نجاح سريع بس تبقى هي اللي بتعيش مم. وهو بيقول لي الحقيقه ان عمرو دياب طبق ده في مسيرته في حاجات كتير جدا ولما عملوا يا طريق وكان هو شايف ان عمرو دياب هو قبلها كان يا زمن كانت زي شبه سنجل كده الزمن خمسة خده... 80 لا لا 83 الزمن آه 83, 83 ونزلت 80. في الالبوم بس كانت كان عملها له الاول كانت قبل الالبوم ما ينزل أوه. هو خد يعني. عمرو دياب من ايده وداها لصلاح جاهين وعبد الرحيم منصور ناس عبد الرحيم منصور كاتب يعني اغاني في البوم يا طريق يعني وهو اللي دعم قوي عمرو دياب ودور له كان عمرو دياب جاب منتج آه اسمه كوتا آه، معاه ويقول لك كان منتج من بورسعيد برضو ده غير كوتا اللي هو بتاع صوت الدلتا هو برضو هنيش آه. ساعات كده بيطلع بيتريق شويه على لهجه عمرو دياب بي... جالي آه. شاب بورسعيد بيقول لي يا هاني بيك ومش عارف ابو العربي وكده آه. بس هو عمري ب... بس... يعني بس هو عمرو دياب ما كانش بيتكلم كده بيتكلم كده بس هو بيتكلم على لا هو هو لا ما كانش بيتكلم كده لان كان عمرو دياب كان ظاهر في حوار في ده، التلفزيون وهو عنده 21 سنه لا ده ده قبل بي... الحوار ده ده لا ده يعني قبله اللهجه دي خلي بالك عمرو لما ظهر في التلفزيون مم. ظهر في التلفزيون بعد ما جه مصر وعمل اغاني وقعد يعني سنه سنتين شغال كان ليه اغنيه برضه هو في بورسعيد اغنيه عن محافظه بورسعيد في العهدها بورس... القومي قبل ما يجي مصر خلاص قبل ما يقابل هاني كانت اغنيه باللهجه القاهريه عادي أوه. جدا اللهجه ال... بتاعت الغنى يعني وما آه. كانش فيها ابو العربي وكانش فيها كده لا كدا. لا ما كانش بيتكلم كده بس هو هو بيك... خلي بالك قال له لازم تتعلم اللي هو المخارج... عمرو دياب عمر كان عمر... بيغني باللهجه المصريه بس يعني. عمرو دياب لما راح اختبر في الاذاعه قالوا له عندك مشاكل في في المخارج الألفاظ هم دول بقى هم كانوا اصلا كارهينه آه. من قبل ما يشوفوه يعني آه. بس... هو بيطلعوا له قصه بس لكن عمرو دياب شكودة... في اغنيه هبعتها لك عمرو دياب من قبل ما يجي القاهره كان ليه اغنيه مع عزم الكلاني اللي هو عزم الكلاني فرقه الشياطين اللي الشياطين اغنيه باللهجه القاهريه عادي جدا وما كانش لسه لا قابل لهاني شنوده وعلى فكره عمرو دياب كمان ما يحسب لهاني شنوده في حاجه بقى ان عمرو دياب على فكره مش اول حد قابله كان هاني شنوده مش اول حد عرض عليه موهبته كان هاني شنوده آه عايزه ابو كان حكى ان هو اول حد كان قابله كان كان هو عمرو دياب يعني عمرو دياب راح الاول لعزه ابو عوف للفور ام اه وهو قال له ساعتها انا معلش انا عندي شاب جديد اسمه انت جامد وكل حاجه بس عندي شاب جديد اسمه محمد فؤاد كان لسه هاني اه أو كان أوه. عزه ابو عوف بيقدم محمد فؤاد بالظبط وعدى على يحيى خليل برضه يحيى خليل قال له تعالى كان اربع سنين كمان أربع الرد سنين. الشهير اه الحكايه دي انا مش متاكد منها قوي لا بس لا هي متوارثه يعني يحيى خليل كان ساعتها مشغول مع منير مونير. بعد شبابيك وبقى بداوا القصه بتاعت انه بيعمل التعاون ما بين بقى فرقه يحيى خليل ومحمد منير قال له عدي عليك كمان اربع سنين عزت ابو عوف قال له انا عندي شاب اسمه محمد, محمد فؤاد, فؤاد رغم ان هو كان معجب جدا بعمر طيب. دياب وكان فيحسب لهاني يعني هاني ده ما كانش الاختيار الاول لعمر دياب لكن او مش اول حد لجا له هو اول حد امن بيه واقتنع و... وساعده في القاهره بشكل كبير وعرفه على عبد الرحيم منصور بالمناسبه برضه هو كان بيقول إنك ما كانش اسمه عمرو لا هو اسمه عمرو هو سلع في حوارات كلها لا, لا ما كانش عمر اسمه عمرو مش عايز اقول اسمه ايه لا لا دي حاجات ملهاش علاقه يعني معانا الباسبور ومعنا الذاكره لا لا, يعني آه لا, ال... لا, لا, لا. لا ما فيش الكلام ده آه انا ما شفتش لهاني حوار يعني في حوار بيقول كان اسمه عمرو يعني, يعني عمر. كده. شفت الاخبار اللي منقوله انا من شفت شفت الحوار على لا والله آه. بس فنقطه تانية انه انه قدموا اول اغنيه هو كان شايف انه عمرو دياب ده ممكن تبقى النسخه المصريه من مات مونرو مم. يعني هو كان حتى الزمن عملها له بنفس الجونه بتاع اغاني مات مونرو وطبقه الصوت كمان قريبه منه يعني مم. ف تنور. اه مم. ولما عملوا الاغنيه وداه التلفزيون صوروها له معاه وعزف معاه ال... ويعني هو المفارقه في المشهدين لما هو واقف بيعزف على الاورج الزمن في استوديو 10 في التلفزيون وعمرو بيغني جنبه وبعد كده في حفله تكريم هاني شنوده في مو... في الرياض آه في جده في, ج... في, الرياض في الرياض اه, آه فهاني كان بيعزف على البيانو وعمرو واقف بيغني بنفس الطريقه 83 23 23 83 23 فعلا اه ف مشهدين يعني كان فيهم مفارقه كبيره جدا والمبهر بالنسبه لي ان عمرو كان حافظ الاغنيه لغايه آه لغايه وقتها يعني اول اغنيه شهرته اول اغنيه طلع طلع فيها يعني قدام شوف ال... غنى كام اغنيه وحافظها لسه يعني ما غناش من ورقه ولا غناها من اوتو كيو يعني زي مطربين كتير <applause> بس هذه هي قصه هاني شنوده مع عمرو دياب والانفصال بالمناسبه حصل لان عمرو ما عملش يعني ما كانش انفصال خشن او انفصال حاد عمرو كان وقتها بعد سنتين كده مع هاني شنوده هم يعني قبل ما يحضروا الالبوم يا طريق في خلال التحضير لالبوم يا طريق عمرو بدأ يعرف ناس ويعرف شعراء ويعرف ملحنين و <applause> <حمد الشيخ> <applause> محمد الشيخ مثلا محمد الشيخ محمد الشيخ هو اللي عمله بعد كده الحاجات اللي هي زي قلوع 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 من الاغاني المبهرة يعني في تاريخ عمرو دياب اللي انا بحبهاش في ناس ما بيحبوهاش في ناس ما يعرفوهاش اصلا بس أنا, انا انصحكم تسمعوا الاغنية دي بعد كده طبعا مرحلة حميد الشاعري وفتح سلامه فتحي سلامه قبل فتح حميد يكون وال... لان عمرو عمرو كان معاه بقى في ده ابراهيم الراديو م. وبعد كده فتح سلامه فتحي سلامه هو اللي كان لان عمرو الناس ما تعرفوش انه كان منبهر بتجربه منير محمد منير م. وتجربه منير مع يحيى خليل في شبابيك ف... فعمرو بدا بقى ايه يعني يقلد التجربه دي في م. الغني من قلبك اغاني اه خالصين الحاجات يلد. اللي هي يا طريق وطبعا فتح آه. سلامه كان يعني عبقري م. يعني وقتها راحل و... اه اه ف... هلا هلا اسمه هلا هلا الالبوم اسمه <applause> وفي ميال بقى بدا يتغير خالص خرج عن الخط ده خالص طب تعالى نرجع بقى لحاجه مهمه جدا في في مسيره تاني شنوده هي اغاني الاطفال اغاني الاطفال دي مهمه اغاني الاطفال, أغاني الأطفال على فكره عمل احلى اغاني الاطفال اللي أوه. جيلي انا مثلا ما اعرفش الاجيال اللي بعدي او اللي قبلي آه كانوا بيحبوها ولا لا بس انا مثلا في الكتب ارينا كتب ارينا في الكتب ارينا يا طيور النورس صفاء في, في صفاء ابو آه. في كتب ارينا آه. يا طيور النورس مع محمد ثروت يلا صاروق. يلا, يلا نقضي اجازه سعيده يلا نقضي اجازه سعيده يلا نقضي اجازه سعيده <applause> ونشوف حاجه جديده مفيده ده الاجازه على طول يشغلوا التتر ده كان اه على طول في البرامج الاطفال الصباحيه بعد في في الصيف لما تاخد الاجازه تروح ترجع تشغل التلفزيون تلاقيهم بيحتفوا يلا 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 برضه في اللعب اللي, آه اللي هي ما تشدش ما تشدش انت ما تشدش ما تشدش انت اوبريت كان اوبريت اوبريت اه ومتصور واستعراض وكان التلفزيون التلفزيون كان بينتج الحاجات دي وهو كان هاني شدوده متعاون جدا مع التلفزيون المصري هاني شدوده وغيره كان برضه جميل سلامه بيعمل حاجات حلوه برضه آه. عمل وده مين؟ وده مين اللي هيقول له كتر خيرك وده مين؟ واتخذت في اعلانات بعد كده تا دي من الاغاني برضه اللي طفولتنا جدا يعني هو مهتم كان مهتم جدا ومازال يعني مهتم بالاطفال لغايه دلوقتي على فكره بيعمل ورش للاطفال ولتعليم الاطفال الموسيقى بيعمل حاجات مهمه جدا يعني هاني شنوده بصراحه رساله انسانيه وفنيه مستمره يعني الموسيقى التصويريه ان 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 اه لا بنتكلم عن واحد من اهم الناس اللي عملوا موسيقى تصويريه في تاريخ فن الموسيقى أوه. التصويريه المصري آه لا ده غير كمان كده انه اهم واحد هو غير عمل منهج جديد في الموسيقى التصويريه في مصر هو منهج التعبير مم. التعبير عن الحوار والتعبير عن النص بالموسيقى ودي فلسفه بص مختلف معاك شويه في موضوع الجديد دي فلسفه يعني. لانه انا قال لي كذا حاجه مم. ليها علاقه بالنص انه كان بيقرا النص وبيترجم النص ده اه انا معاك هو عمل كده بس مش أو مش يعني مثلا يعني أندريه رايدر مثلا في في دعاء الكروان ده تعبير جدا ده ده في ده هو التعبير ذات نفسه الكروان والاصوات يعني اقصد كان كان دايما يعني فيه ده موجود هو يعني كان بس هو مشي عليه هو كان يرى, يعني. يرى دايما م. انه الموسيقى التصويريه هي لغه جا... لغه مجاوره للنص للتعبير عن احداث الفيلم طبعا يعني هو ده مش المنهج على المنهج ده. ده اول موسيقى عملها ولا عزاء للسيدات لا عزاء للسيدات مع فاتن حمامه وهنري بركات والحقيقه انه ده كان لتونة يعني لما اتونه تونه اه ده كان اختبار آه. هي كانت ست كلم تونة. قالوا مين تونه دي اه <تفكر> خلي بالك الناس برضو تعرف حمامه ديكتاتوره ديكتاتوره وبتتدخل في تفاصيل التفاصيل التفاصيل هي بروديوسر على فكره هي آه. مش ممثله وده اللي بيخليها سيده الشاشه آه. فعلا ان هي و... كانت افلام هي بت... كل حاجه في التفاصيل في الروايه هي اللي تجيب الروايه لل... للسيناريست آه. وتقول له تعملها ازاي وتعملها كذا وتجيب روايات اجنبيه وتروح آه. لل فهي كانت كل تفاصيل الشغلانه وكان في الوقت ده م. يعني اللي رشح هاني شنوده لفاتن حمامه محمد عبد الوهاب م. ومحمد عبد الوهاب كان دايما من الناس اللي يعني اعجب بهاني شنوده جدا وبشغله وقال له يعني يكلمه في المنطق بتاع كان حابب يسمعه وقعد يعزف له حاجات وقابله وخلاه يعدها 30 مره علشان بس يعرف هو عنده اللمسه الشرقي ولا لا يعني هو قبل ما يشتغل مع م. فاتن حمامه قعد م. في اختبار مع محمد عبد الوهاب ثم بعد كده فاتن حمامه <applause> لما شرحت له فكره الفيلم هو كان نازل من بيتها على السلالم. او لا هو كان مروح بيته لقى الاسانسير عطلان فطلع على السلالم. فتبنت في دماغه البنى الموسيقي بتاع الموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم فكره الصعود التصاعد. فهي يعني هو ليه وجهه نظر موسيقيه يعني ان هو الجمله اللحنيه بتتصاعد 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 لغايه <applause> ما تتعزف بعدد اكبر من الالات وكده. بس هي قالت هو قال ان ان هي كانت مملياه كده شويه نوتس آه ياخد مش عارف ايه عايزه تشيلوهات آه انا عايزه عايز أ... جمل جمل قصيره عايزه حاجه شبه الافلام الفرنساوي قالت له كده وكانت له... هتروح للرحبانية في الفيلم ده اصلا وبعد كده تراجعت لانه حمر ابو رهاب قال لها انه هاني شنوده هو اقرب الخواجات لينا يعني مم. يعني فاهم الفكره يعني انه انه هاني ودي على فكره جمله بتغضب هاني شنوده انه يوصف بالخواجه يعني فاهمني انه عشان هو راجل غربي بالمناسبة كمان يعني بمناسبه الخواجه دي كانت عايزه الياس الرحباني مش آه مش آه الرحبانيه اللي هم لا اللي كانت رايحه الياس الرحباني آه بس يعني ما... ما الموضوع ما يعني ما تمش في في الفيلم ده تحديدا مم. بس النقل انا شايف انه النقله الاهم بالنسبه لهاني شنوده في الموسيقى التصويريه كان فيلم المشبوه مشبوه 81 المشبوه 81 لا المشبوه 80 المشبوه لا المشبوه ت... كان بعد كده 81 او 82 هو لا هو 80 يا 81 اه, آه المشبوه لا عزاء للسيدات كان في 79 تقريبا 79 79 والمشبوه بعد كده كان م. النقله بقى لانه عادل امام راح يعمل اكشن وسمير سيف طبعا ما كانش عايزه على فكره ما كانش عايزه ما كانش عايزه طيب سمير سيف ما كانش عايزه لا لا ما كانش المخرج عايزه. المنتج واصف فايز هو اللي اكبر يعني هو اللي ضغط على سمير سيف كان عايز نور الشريف ما كانش عايز عادل, عادل امام ما كانش عايز عادل امام بس م. ساعتها لا كان حاجه أصله ناحية جديده جدا عادل امام داخل, داخل بيعمل فيلم خوف جدا من عادل امام بتاع الكوميديا بقى يعمل فيلم م. اكشن م. ومطاردات فعمل طبعا هاني شتودة الجمله وساعتها كمان الفيلم راحوا شافوه بعد ما خلصوا تصويره واتحطت موسيقى التصوير عملوا عرض كده ليهم ان هم يتفرجوا فيه م. واول حاجه اشاد بيها عادل امام كانت الموسيقى التصويريه مم. وشوف يعني ذكاء عادل يعني لمحات او نباهة عادل امام انه قال له هنا ساعتها انه انا حاسس انه انه بنهج وانا ب... في المشاهد بتاعت الاكشن المزيكا بتاعتك خلتنا ننهج واحنا بنتفرج عليها. دي ملاحظه كويسه جدا ملاحظه آه. صحة جدا جدا انه انه عارف انت في ورا ورا الجمله الاساسيه في كمان جاب تعمل كده مش جمل هو مش عامل جمل لحنيه كتير هي جمله لحنيه واحده بكذا وراها ده بقى الهارموني اللي بنتكلم فيه يعني خطوط يعني خطين بيلعبوا حاجه غير بعض يعني ده الخط الاساسي اللي بيقول الجمله دي وراك كمان جابت بتقول حاجه تانية خالص وعلى فكره هو مره مم. عملها لك بايقاع هادي تماما شعر تيرا را را كان بيعملها بتفعيلات مختلفه وسرعات مختلفه آه الات مختلفه اكشن و... بقى تيرا را را مم. تي مم. تي مم. كان ايقاع فوكس دي في المطارد فاهم انت الفكره ايقاع آه. فوكس شويه انا شايف انها انا شايف انها عبقريه ان جمله لحنيه واحده تديك كذا مشاعر اكتر من احساس في اكتر من موقف دي عبقريه على فكره يعني من اكثر المزيكات اللي عموما في الموسيقى التصويريه آه. اللي دايما بنرجع لها يعني آه. موسيقى المشبوه دي آه... وفي بقى طبعا بالنسبه لي موسيقى اهم بكتير مش اهم بكتير مهمه جدا غريب في بيتي غريب في بيتي بس آه غريب في بيتي مش مش ايكونيك زي المشبوه مش انا بقى شايف ان غريب في بيتي كان حاجه مهمه لانه آه. كان اول مره يجيب المزيكه بتاعه المتائيل <applause> الربابه اه الربابه وليه قصه مع المتائيل شهيره جدا اللي هو هو كان عايز يدي اللمسه طبعا شحاته ابو كف ده راجل جاي من الصعيد ولازم اعبر عن الشخصيه دي بحاجه فالمشاهد اللي هي اللي كانت ليها علاقه بالكوره وشعتب وكف والحركه وكده اللي هي, tenido... هي الحته right برضه في الـ في, الـ برضو في الافوكاتو برضه عمل موسيقى السجن اللي هي الـ الـ بابابا 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 مع مع البيانو بقى والحاجات دي فخد روح السجن وعملها في في المزيكا اه وجاب آه المتائيل دول اللي هم فرقه متقيل. متقال آه. خلاهم يعزفوا على الربابه طبعا المتائيل دول كانوا بيخشوا يسجلوا شريط كامل مم. يعني هو كان بالنسبه لهم انا هدخل هدي السيره هنتع في السيره الهلاليه والحاجات بتاعتهم دي مم. وايه واحكي شريط كامل اعزف شريط كامل فهو جابهم قال لهم يا جماعه طب انتوا يعني انا عايز الحته دي بس قالوا احنا ما بنفهمش ان احنا ايه فدخلوا خلاهم يسجلوا وخد اللي هو عايزه شريط كامل واداهم اجرهم فيه ما كانش اجر كبير يعني وخد الحته اللي هو هي عايزها. عايزها دي هو برضو دي برضو من الحاجات المهمه جدا تيره تيرا هي في غريب في بيتي برضو مم. لا دي حماده وتوتو حماده وتوتو سوري اه حماده وتوتو برضه هي اعلانات بقى واتعملت آه. في حاجات كتير اللي اكتر حاجه اتخطفت كاعلان واتشهرت طبعا شمس الزناتي شمس الزناتي دي اه, من اخر الحاجات اللي عملها شمس آه. الزناتي آه. دي ريمكسات آه <applause> كتير قوي ومهرجانات نحتتها وريمكسات واتاخدت في اعلان مم. واخيرا ليفربول الدوري الانجليزي خدها ماتش ليفربول وارسنال ما خدوش التوزيع ده كمان آه. التوزيع صاحبه السعاده بقى آه. مش شايف ان هو احسن توزيع بالمناسبه مع احترامي طبعا للمجهود اللي حصل بس انا بحب التوزيع بتاع الفيلم الكلاسيكي اللي هو آه الالات بتاعه هاني شنوده نفسها رغم ان احنا عايزين برده نتكلم في حاجه ان هو هاني شنوده كان بيعمل المزيكا بتاعته دي من غير امكانيات ما كانش معاه مثلا اوركسترا عريضه ولا ولا يعني كان شغال بالاورج وشغال يعني ما كانش في صرف على الموسيقى التصويريه زمان في الثمانينات. اه كان, كان الكواليتي مش قوي يعني كان لم لو جبت وتريات يبقى كان الدنيا او آه آه. يبقى زي الفل يعني ده يبقى كده المنتج صارف على الموسيقى يعني بالظبط فهو قدر يطلع الحاجات الايكونيك دي في ظل ما فيش صرف اصلا ما فيش صرف على الموسيقى التصويريه المنتج آه. ما كانش بيخليها بند زي دلوقتي بقى بيجيب آه. أوركسترات وتجيب عازفين من بره و... وتعمل قطعه موسيقيه فيلم ولا مسلسل ولا تتر ونجيب كمان موسيقيين من بره اصلا زي امين بحافه ومش عارف مين آه. و... وروح اعزف اعمل نفذ مع اوركسترا في آه. النمسا آه. في وارنر براذرز في استوديوهات وارنر آه. ويعمل في ناس في في فيينا والنمسا يجيب آه. اوب يجيب اوركسترا يعني مثلا هتجيب مثلا عازف بتأمل. عازف كمانجه معين، هتجيب سولويست آه. فلوت ولا حاجه يروح يعمل حاجات في بيسجل بينفذها في النمسا آه وفي فيينا فطبعا ده صرف كبير لكن هاني شنودة كان بيغزل برجله حمار بصراحه آه. آه. يعني كان آه. بيجيب اللي هو باقل بادجت بيطلع لك موسيقى تعيش سنين تعيش سنين طبعا يعني شمس الزناتي دي تحدث آه. ولا حرج فيه يعني في كمان بجانب الموسيقى التصويريه يعني م. مش عارف انت عندك حاجات تتوقف امامها في الموسيقى التصويريه بتاعته بعد كده م. يعني لا لا لكن يعني انا بنتكلم ان دي اهم العلامات الغول الغول طبعا الغول طبعا والمولد المولد, المولد طبعا لانه استخدم بقى في المولد استخدم روح المولد نفسها اللي اتولد هو عليها زمان وتربى عليها انا فعلا بلاحظ ان هو الموسيقى التصويريه بتاعته بتتميز او فكره انها هضمه البيئه بتاعة العمل قصه الاحداث بتدور فيها يعني زي ما قلت المولد واجواء الموالد اللي دخلت في الموسيقى الحريف والشوارع وصوت الشوارع والناس واللي وال... اصلا كانت اغنيه في في, في البوم لفريق المصريين أوه. كمان بقى الموضوع ده تلاحظوا فين في شمس الزناتي أوه. شمس الزناتي ال... ودي بقى كانت بتوجيهات سمير سيف ذات نفسه أوه. يعني سمير سيف قال له انا عايز اعمل حاجه شبه

اه دي جابها آه عمل. اللي هي تارا صوت تارا الصقر ده او صوت الصقر. البومه او استخدم كده. البيئه صوت الصقر وبعدين الصحراء إيه؟ ما انت في الصحراء ف... 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 فكرك فاكر الحته بتاعت الاغاني الويسترن اللي هي تارا دارا تارا دارا. لا 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 اله, اللي آلة اللي عملت عمل بيها الصوت ده أوه. ده مش افكت هو جابه لا أه ده هو جاب الاله فعلا بتعمل الصوت ده صوت أه شبه صوت البومه باين ولا مش أه عارف صوت ايه عشان برده اجواء الصحراء دي أه وبرده تاثر بافلام الويسترن أه الامريكاني دي او الايطالي بقى لان هي اصلا فيلم فيلم شمس الزناتي متاخد على الساموراي السبعه اه الساموراي السبعه <applause> والساموراي السبعه من نفسه متاخد من فيلم ياباني باني. اه, آه. فيعني هي الفكره بس هو لا بس هو سمير سيف كان عايز يعمل حاجه شبه افلام الويسترن الامريكاني تحديدا الامريكاني وعلى آه. فكره كانت تجربه حلوه قوي وهو وال... موضوع الايقاع ده اللي هو ركض الخيول ده دايما اللي هو اللي بفتكر بيه هاني شنودا هو بيعبر عن موسيقى الفيلم وبرضه احيانا بالجمل يعني بتجومل. هو بيقولك مش عارف ان المشبوه دي اسئله اسئله قالها قبل كده تاران. ده سؤال تارارا سؤال اصعب هو أصل. هو تحس يعني. انه بيتكلم بالمزيكا را را را. ده بيقول لك إن الله اعلم الله اعلم الله اعلم لا وفي آه. الـ في الـ في شمس الزناتي الجمله نفسها اللي هي تارارا دي تارا لعبها تارا مره را را مثلا في المشاهد الرومانسيه لعبها بالكوله بالكوله يعني اه يعني اللي هي احيانا ترومبت أحياناً, احيانا كوله احيانا كوله, أحياناً كولة. آه. وفي كل اله بتديك احساس بالجملة مم. مختلف مرة شاعري مرة حماسي, حماسي ملحمي مرة حزين حزن. وما ماتوا في الآخر لما ماتوا كمان جبان كان حاجة بتعيط بس نفس التيمة آه آه فخلي فهو... بالك برضه إن هي التيمه نفسها أسئلة هم السبعة دول السبعة. هيقدروا على جيش بتاع المارشال بورعي ولا مش هيقدروا المارشال بورعي اه ف ده سؤال ولكن ده سؤال انت عارف ان في في المزيكا في المعاهد اللي بيدرسوا مزيكا فعلا في حاجه اسمها الجمله السؤال جمله السؤال جملة الاجابه يعني لما بيكون لما الجمله بتنتهي على نوتة عاليه ده بيعتبروا ان ده سؤال انها مش راكزه مش راكزه فالركوز ده اللي علاقه بالاجابه ان انت بتجاوب على حاجه فلما بتركز الموسيقى بتلاقي جواب الموسيقى بتستقر. بتستقر فبتكون هاديه فانت بتحس ان انت استري... انت كمستمع استريح فده علميا اه في حاجه اسمها سؤال وجواب بالمزيكا م. وعلى فكره هان زيمر طلع برضو في لقاء قريب كده من قريب ده من خمس ست سنين يعني أه. وقال انا بعمل موضوع السؤال والجواب ده في المزيكا أه. وقالوا ده هانيش نودا واخد منه التصريح لا. لا. لا لا, الموضوع ده اصلا في الأكادي... يعني في الاكاديميه ده شيء اكاديمي بيدرس اكاديمي في حاجه اسمها الجمله السؤال والجمله الجواب يعني م. فعشان ما مش بيقلدوا بعض ولا حاجه أه. ولا طبعا هانز زيمر ما خدهاش من هاني شنوده ولا هاني شنوده سمع هانز بس أوه. هي الموضوع موجود في في دراسه المزيكا ذات نفسها حقيقي في محطه مهمه عايز اقف عندها برضو غير الموسيقى التصويريه مرحله عدويه ايوه ونجات اه بحلم معاك وزحمة, وزحمه يا دنيا زحمه ايه زحمة. التناقض ده خليني من زحمه يا دنيا أوه. زحمه اللي بحلم معاك ايه ده هاني شنوده ده يعني جامد جدا خلينا إيه؟ نبدا معاك من زحمه تحديدا زحمه آه، الاغاني دي الأغنية دي كان في الوقت ده عاطف منتصر المنتج صاحب شركة صوت الحب كان تعاقد مع أحمد عدوية وقال لهاني شنوده أنا عايز أعمل أغنية شعبية لأحمد عدوية وحب يقنعه مفيش فايدة فقال له بص في شوية أغاني موجودة عندي مكتوبة إحنا عايزين ننقي منهم أغنية تلحنها وتعملها لمين؟ لأحمد عدوية. ففي وسط كل الأغاني إيه هو عاطف منتصر قال له في اغنيه بس مش عجباني خالص اسمها زحمه دي ما تبصش فيها. فطبعا لان هاني شدودة يعني معاشر عاطف منتصر وعارف ايه فكره انه اراء عاطف عكس <applause> اراءه فان هو دايما ايه ممكن عاطف مش شايف الحته اللي هتنجح. مم. فاول ما قرا زحمه الدنيا دنيا زحمه آه عجبته. مم. عجبته لسببين ان هو لقى التقطيعات بتاعه الكلام مم. اولا هو بيحب الحاجات الاجتماعيه اصلا. مم. فالاغنيه اجتماعيه بتعبر عن حاله الزحمه اللي في الشوارع وان احنا عايشين وساعتها مصر كانت في, في, في يعني بيقولوا ايه بدايه الانفجار السكاني والشوارع تبقى زحمه والعربيات كترت في الشوارع فكان موجوده في اغاني المصريين اصلا آه جوادش نام ولا الزحام ده ف... عادنا كان خمسه تمام ف... آه فده كان عند م المصريين شيء جديد انه يا جماعه الدنيا زحمة ما يجوش بقى دلوقتي يشوفوا اللي احنا فيه يعني الزحام الترافيك <ترافك> بيعمل ازاي مهم ف خد الاغنيه ولحنها وقرر انه انا هعمل اغنيه شعبي هبنيها بالطريقه العلميه الغربيه، اول اغنيه شعبيه دخل فيها الدرمز ودخل فيها الهرموني ودخل فيها الكونتربوينت في البنى بتاعها ودي تعتبر فعليا اول اغنيه شعبيه فيها هرموني. يعني اول اغنيه شعبيه مصريه اتعمل فيها ايه؟ الهرموني في البنى الموسيقي. المهم عمل اللحن وسجله على شريط كلحن بس. وسابه عند عاطف منتصر. بعد فتره اتصل بي احمد عدويه وقال له انا الاغنيه عجبتني وسمعتها وعايز اعملها حتى كان بيقول افيه عدويه اتصل بي على التليفون بيقول له زكي يا عم ابو شنو فهو بيقول له مين شنو ده ابو شنو ابو شنو ابو شنو فبيقول له يا ابني انت مين ومين ابو شنو يقول له مش عارفني ابو شنو يعني حاجه كده من ضمن اللي بيهزروا يعني مع بعض وهو اللي طلع على هاني شنو ده ابو شنو ده هزار سبعينات هزار السبعينات ده مش المهم هو بالمناسبه لما هاني شلوده راح ينفذ الاغنيه دي في استديوهات اعتقد في استوديوهات الاذاعه <مم> جاب يحيى خليل يلعب درامز في الاغنيه دي <تبقى> يعني <تبقى> <يزل> <تبقى> لا خالص <تبقى> لا 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 بالعكس كان صاحبه مقتنع بيه جدا <تبقى> وهاني الازهري هو اللي الاحترام للاستاذ اه طبعا كل احترام للاستاذ يحيى خليل يعني <تبقى> قيمه كبيره بس هو طبعا عارف انت الصداقه الصحاب اللي هم ايه بيقدروا بعض فنيا وبيحبوا بعض جدا بس ايه عارف انت القط والفار اللعبه اللطيفه دي وجاب هاني الازهري برضو يعني كمان او تحسين يلمز يعني جاب الناس بقى اللي هم فرقته اللي بيلعب بيز جيتار واللي بيلعب وكان يخليه يلعب الدرامز وفوجئ ساعتها في تسجيل الاغنيه دي بانه كل شويه محمد عدويه يجيب له طبال اه كل شويه دخل له الاتي لحد الناس اللي هم بتوع الشعبي بتوع الشعبي مم. فالنبي ده فلان ده بتاع وعاطف يقبضه يخش يلعب حاجه وعاطف يقبضه فاتاري يعني انه انه احمد عدويه كان بيوجب مع الناس اللي بفرقته في انه يدخلهم يعزفوا الحاجات اللايف لو كان فيها ترومبيت بوظوا الهارموني اصلا بس هو ظبطه في الاخر كان فيه والترومبيت يعني كان في حاجات هم كانوا هياخدوا الاغنيه في الحته بتاعت ايه الشعبي خالص هشك بشك هشك بشك, بشك, بشك قوي اللي هو ما فيهاش هارموني م. بس هو ظبطها يعني هاني شدوده الاغنيه دي لما نزلت آه عملت ثوره اجتماعيه في في المزيكا بمعنى انه الناس كانوا مشغلين الاغاني سواقين التكوسه مشغلين الاغنيه دي في العربيات طول الوقت وساعتها الرئيس السادات اصدر قرار بانه ينزل مش يوقف في الشارع مش عساكر ينظموا المرور نزل ظباط تنظم تنظم المرور في الشارع علشان يرجع حاله الانضباط للشارع لان السواقين كانوا بيشغلوا زحمه يا دنيا زحمه فلما كان ايه ويبقوا ماشيين ده وفقا لروايه هاني شنوده فالاشارجي بتاع الاشاره او العسكري لما كان يجي يوقف سواق تاكسي يسيبه يمشي يقول له زحمه يا دنيا زحمه وبتاع وعملت حاله والصحافه كتبت انه انه احمد عدويه عامل اغنيه بينتقد فيها حاله الزحمه اللي في الشوارع فالجهات المسئول السيد المسؤول تحرك لتلبيه نداء احمد عدويه علشان خاطر ايه ي... يضبط حاله المرور في الشارع جدل اجتماعي يعني حصل وقتها م. طب احلم معاك بقى ده حاجه مناقضه تماما يعني نجات بتغني أصلا حاجه جديده على نجات يعني الجو بتاع نجات القديم اللي كانت مع عبد الوهاب وغيره وغير والحاجات وغير البليغ وغير والحاجات آه. دي آه آه لا هنا بقى شكل تاني لنجات آه. يعني سواء بعشق البحر او بحلم معاك بحلم معك. بس بحلم معاك يعني مع الناس في الفتره الاخيره طبعاً. ملمسه اكتر لا هو كمان عايز اقول لك حاجه مهمه آه علاقه علاقه هاني شنوده بنجات بدات عن طريق عبد الرحيم منصور في الوقت ده عبد الرحيم منصور طبعا هو توأم روح هاني شنوده واصدقاء يعني قريبين قوي قوي نجحهم في تجربه محمد منير والاعمال اللي عملوها مع بعض فبلغ هاني شنوده قال له ان نجات عجبها الحانك نفسها تشتغل معاك وهو دايما كان عنده دايما كان عنده كده مصطلح يقول انه نجات صوتها صوت برزخي يخليك تعيش كده حاله ما بين السماء والارض في فكره الحلم عارف انه صوتها مم. ناعم وكان شايف دايما انه الخامه بتاعت صوت نجاه ما حدش اكتشفها في المنطقه دي ان انا عامل لك شيء رومانسي حالم وعشان كده تلاقي دايما مم. انا بحلم معاك دي انت لما بتسمعها بتحس بالاسترخاء التام يعني جدا بتحس انك هديت اول ما تسمعها وانا بعشق البحر عمرك ب... اه يعني يعني... وانا بعشق البحر وانت بتسمعها لازم تحس انك قاعد على البحر <applause> فالفكره انه هو كان شايف انه صوت نجاة معبر عن الرومانسيه والشعريه بشكل محدش اكتشفه <applause> الست دي يا جماعه عملت قصائد اه وحاجات بس مش دي حتتها تعالوا ناخدها الحته اللي ايه اللي الناس هتحبها فيها وفعلا آه هي كانت متردده جدا عملوا وبحلم معاك وانا بعشق البحر اللي تم كلمات عبد الرحيم منصور ووقتها <applause> انشغل هو في شغله مع المصريين وقعد ست شهور الموضوع ما بين يعني رايح جاي وفي الوقت ده نجات لما عرضت الاغاني دي كان في رايين عرضتهم على شاعر كبير قال لها ايه يا نجاه انت هتروحي بعد ما كنت بتغني قصائد هتغني دانس يعني دانس بل اه شوفي التوصيفات ال آه. يعني ال مش دانس خالص يعني. هم بقى عشان مزيكا غربي مم. فانت فاهم بقى يعني واحد من الشعراء اللي كانوا بيكتبوا لها مم. لما لقى الموضوع طلع بره وراح لهاني شنوده وعبد الرحيم منصور فلازم يخبط فيها لكن الراي الحاسم بقى في تعاونهم مع بعض وفي وفي وفي, وفي الاغنيتين دول اللي طلعوا النور كان كمال الطويل ودي كانت مفاجاه. لا لا ما كمال الطويل طول عمره مايل يعني. للغربي مايل آه للغربي وبعدين مم. الحقيقه انه يعني كمال الطويل كان بيتعاون مع نجاة وصديق ليها. اول ما سمع الاغنيتين دول قال لنجات يا نجاة الولد ده يعني طبعا عشان فرق السئة لا الولد ده رجع لك شبابك الفن. مم. لازم الاغاني دي تنزل. ده كان القرار اللي بعدها نجات كانت متردده فضلت راكنه الاغاني ست شهور. مم. اول ما راي كمال الطويل كان حاسم جدا انه هاني شنوده رجع لك شبابك الفني نزلت الاغاني ونجحت م. وبالمناسبه بعدها محمد عبد الوهاب نجت لما راحت كانت عايزه تعيد آه تعيد تقديم اغاني لمح... نهر الخالد وتعيد وت... توزيعها من تاني وتقدمها وكانت عايزه تعمل من... يعني اه لا ما راحت لعبد الوهاب علشان م. فقال لها مش انا اللي اقدر اعملها لك دلوقتي بتوزيع جديد روحي لهاني شنوده هو اللي هي خلي هاني فضي ينفعك لا 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 لا, لا, لا بالعكس لا ده هو بالعكس ده عمل اختبار ليه برضه تاني يعني وقال له يعني قعد يتناقش معاه في رؤيته للقصيده ورؤيته للاغاني القديمه وكان متحمس جدا لارائه يعني ومبسوط بيها على فكره بالمناسبه الناس بتعرف متجدد جدا, جداً ومنفتح جداً. على كل الجديد و... وعمره ما وقف يعني في, ح... في طريق حد في طريق ده تجربه ده و... جديده او انتقد حاجه اي تيار جديد بيطلع باستثناء باستثناء البيتلز مره بتريق عليهم اه بس, هو, بس آه ما هو كان بيهزر يعني بس كان هو لا كان في موضع ساخر كده اه لكن هو قال لها الوحيد دلوقتي اللي يقدر يوزع الاغاني دي او القصائد دي يوزعها موسيقيا بشكل يواكب العصر هاني شنوده هاني شنوده وده اعتراف م. من موسيقار الاجيال يعني يعني يؤكد عظمه هاني شنوده مكتشف للنجوم ملحن مؤلف موسيقي مجدد لفنانين آه. سبقوه يعني حاجه يعني بصمته في في المزيكا لا تمحى بصراحه. حقيقي وعلى م. المستوى الانساني انا ازعم ان انا اقتربت من هاني شنوده انسانيا بحكم شغلنا في كتاب مذكرات عراب الموسيقى هاني شنوده كتاب اللي صدر صدر سنه 2020 عن دار ريشه للنشر بالمناسبه هو موجود دلوقتي يعني معرض الكتاب معرض الكتاب وتلاقوه في كل المكتبات موجود يعني انسانيا آه. آه. انسانيا هاني شنوده جميل راجل جميل, جميل جدا اه آه مضياف راجل عمره ما زعل آه صحفي او اعلامي او خالص او رفض طلبه بعمل حوار يعني راجل عمل و... مع كل الناس حوارات تقريبا حوارات وهو جاله قبل ما معاه قبل م. ما اقابله جاله اكتر من حد قبل كده اتكلم معاه في ان انا عايز اعمل مذكرات لكن م. هو قال لي جمله انا لن انساها قال لي انا سبب واحد اللي خلاني ان انا اوافق ان احنا نعمل مذكرات مش تبقى سلسله حوارات صحفيه آه قلت له ايه قال لي انت لما أهدي لما جيت قابلتني اول مره اهديت لي كتابك الاولاني وانت كاتب في مقدمه الكتاب انه انا اللي اطلقت رصاصه التغيير في شكل الموسيقى المصريه فدي هاني هو اول من اطلق رصاصه, رصاصة التغيير, التغيير في الاغنيه المصريه الحديثه فقال لي لما انت قلت كده انا عرفت او حسيت ان انت ذاكرتني في ايد امينه خلص. او انت مم. دورت على اللي عملته فوافقنا وقعدنا ست شهور تقريبا يعني كل اسبوع كنت بقابله اروح عنده الاستوديو ونقعد نسجل فبتتعلم منه حاجات بقى ليها علاقه بال... بالحياه افكارك في الحياه في علاقاتك بالناس رؤيتك اللي اصلا هدفك في الحياه ممكن يبقى ايه فكره ال... يعني هاني شنوده من الناس اللي كان بعيد تماما عن التمييز الديني اللي بعض الناس بتتورط فيه لاختلاف ديانتها يعني ما يروحش ما تورطش في ان يعمل اعمال ل... يعني ذات طابع ديني علشان خاطر هدف ما آه آه يعني فهم. على على كل النواحي هو عمل اغاني غنى للنبي محمد اه, آه, آه وعمل اغاني غنى يعني في المدح الرسول م. وهو كمان منفتح على على كل الافكار وكل هو اتربى على المنشدين منشدين اه يعني وفي نفس هو الوقت هو قبطي راجل مصري قبطي آه مسيحي لكن اتربى على المنشدين أوه. و و وتاثر جدا بالغنى بتاعهم وكمان عمل زيه وعمل زيه يعني عمل وعمل عمل حاجات ليها علاقه اه مستوحاه من عمره ما كان متعصب مم. او عمره ما كان متعصب ما عندوش نبره الفكره انه ما هو ما دخلش في الحته دي خالص خالص هو متربي تربيه تربيه المصريين بتوع زمان مم. الناس اللي هي كلنا واحد يعني وكلنا الدين لله والوطن للجميع أه... عارف ان هو اتمسك قبل كده اخوان مسلمين؟ اه في الجامعه قبض عليه قبض <تأبض> عليه سنه 66 آه, اه كان ماشي كان بالصدفه موجود في, مكان مظاهره آه واتقبض عليه واتهموا انه اخوان مسلمين فقال لهم يعني اخوان مسلمين ايه وانا آه راجل مسيح مسيحي ما يقول لهم انا ما رضيش لهم انا مسيحي عشان ما ياخدوهوش شيوعيين ما ياخدوهوش <applause> شيوعيين يعني اه فالراجل فهو كمان يعني دمه خفيف جدا, جداً. حواراته ماستر كلاسز كلها يعني تدرس متعه رهيبه وانت بتسمعه بيتكلم كمان مش بس بيعمل مزيكا لما بيجيب الاورج كده ويقعد يعزف يقول لك انا هعمل لك هخلي الاورج يتكلم وهخلي الموسيقى تتكلم والجمله دي معناها كذا والجمله دي معناها كذا أوه لا متعه رهيبه انك تسمع هاني شنوده بيتكلم اصلا في حوار كمان يعني جدا جدا و... ومش كتير من الفنانين عندهم القبول والكاريزما دي في الانترفيوهات ده حقيقي م. وهو كان بعيد عن الاعلام، انا انا سعيد جدا انه انه هاني شنوده خد جزء من حقه الادبي والاعلامي في في السنوات الاخيره تكريمه حصوله على هو خد جوائز طب هو اتكرم في مصر قبل كده كتير يعني بس احنا للاسف ما كانش عندنا يعني في السنه كده بيطلع لك جوائز الدوله للتفوق للمد... او للا... او جائزه الدوله التقديريه الإعلام ما كانش عندنا في سنوات سابقة مهتم بالحاجات دي ولا بيلقط ضوء عليها. آه فلما اتكرم في 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 الرياض م. على مسيرته وبعد كده اتكرم طبعا خد جائزة الدولة التقديرية اللي بالمناسبة هي كانت مختارة اه قبلها يعني قبل قبل تكريم الرياض كان تكريم الرياض مصر. كان تكريم يعني كان م. اسم هاني شنودة تم اختياره من ضمن اللي هياخدوا جائزة الدولة التقديرية السنة دي قبلها بشهور. انما موضوع الرياض ده تم اعداده في 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 وقت لا قصير جدا لا في مهرجان القاهره السينمائي واتكرم وفك... في مهرجان القاهره السينمائي اتكرم في مهرجان كتير يعني عشان بس الناس آه. قالت وقتها انه الدوله ادت له جائزه الدوله التقديريه بعد ما اتكرم في الرياض لا, لا, لا يا جماعه قبلها قبلها اختياره اختياره للاسامي دي لها لجنه وبتقعد شهور تدرسها و... و... آه. آه. ف مهرجان اسكندريه وجمعيه الفيلم وكل ده والموسيقى العربيه اتكرم كتير التكريم الاكبر بقى لهاني شنودة انه الشباب عرفوا الجيل الجديد جيلي دلوقتي جيلي. حاليا مع بقى عارف. مسلسل اللي هو بتاع واتش ده على خاصه خش بقى اسمع على اليوتيوب اغانيه القديمه آه. والمزيكات هتلاقي كل التعليقات انا جاي من حاله خاصه مين آه. اللي جاي اللي جاي من حاله خاصه يضغط لايك مش آه. عارف ايه عارف الجو ده فناس كتير قوي بقى والمشاهدات عليت وال... والاغاني بقت جابه مشاهدات عاليه في انغامي برده آه. التراكات بتاعته وهي فكره طريق الجنايني على فكره يعني انه انه هاني شنوده اللي يعمل انا انا بالمناسبه هو قال ان عمرو دياب هو اللي الهمه بالفكره انا شاهد على قصه انه حصل م. يعني مع مع صديقي العزيز الاستاذ سامح السيد المسؤول عن اداره اعمال هاني شنوده اتصال من كذا شهر كان بيسالني انه طارق الجراني يكلمنا على موسيقى تصويريه لمسلسل مش عارفين التفاصيل ايه وبتاع فانت رايك ايه و... وكده ف باعتبار ان انا يعني من الناس القريبه من موسيقى هاني شنوده وعملت له كتاب وكده فقلت له والله دي فرصه حلوه يعني انا نفسي استغربت انه يعني وقتها انه هاني شنوده كان بعيد عن الموسيقى التصويريه لفتره م. فعرفت بعد كده قبل ما المسلسل يظهر بقى نور ان هو الاتفاق تم انه محتاجين نستعين بحاجات من شغل المصريين واعاده صياغتها بشكل جديد وانها جزء بقى من الدراما م. مش من 85 من 79 اه مش مجرد بقى انه هيجي يعمل موسيقى تصويريه ده هو اللي عمل لهم الثيمز بتاعت المسلسل المسلسل كله يعني الموسيقى دور بطل مش موسيقى تصويريه بس يعني كلها مشتقه من حاجاته هو اه مشتقه من حاجاته هو وبتعبر عن الشخصيه يعني فكره جميله جدا يعني م. آه دي وطبعا طارق الجنايني قال ان عمرو دياب هو اللي قال له ما هاني شنوده هو اللي يعمل طلعها في في آه اللي طلعها في دماغه اه اللي طلعها في دماغه ف والله تبقى بصمه لطيفه من عمرو يعني وقالوا ان المسلسل اصلا فيه اغاني المصريين فيه اغاني المصريين فقال له في كلام عن المصريين المصري. عن 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 فريق مصريين فقال له طب ما تخلي هاني شنوده هو, هو اللي يعمل يعني المزيكا يعني... اه م... هو آه... ده منطقي على فكره قالوا قال له انا فاكره ان هو بطل بطل يشتغل قال له لا ما كلمه وبتاع كلمه شوف آه... ده منطقي جدا م... برضه مصطفى أخير. انا استمتعت جدا معاك بالحلقه دي انا من, من, اكتر الحلقات ال... الاطول وال... آه. والاثمن يعني فاتمنى تكونوا استمتعتوا معانا وهاني شنوده طبعا يتكتب عنه متابع عنه حلقات وحلقات كتب حرفيا انت عامل عنه كتاب حاولوا تجيبوا الكتاب ده وتقولوا يا جماعه ان هو كتاب فعلا مهم جدا او نطلب بقى من الناس حاجات فعلوا زر الجرس واشتركوا واشتروا الكتاب ودوسوا شير واعملوا الحاجات اللي الناس بيقولوا عليها دي ونشكركم مستنوا الحلقه الجايه من بودكاست ورا مصنع الاغاني